بسم الله الرحمن الرحيم. قرارات اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي في جلسته الطارئة المنعقدة اليوم صباح السبت 9 فبراير 2019. ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الطارئ اليوم السبت ما شهده اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم مع رؤساء وممثلي الأندية ظهر الأربعاء الماضي من انتهاك للوائح وعصف للأخلاقيات والمبادئ الأولمبية، بعد السماح لرئيس الزمالك الموقوف بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمدة عام عن ممارسة أي نشاط إداري أو رياضي يخص لعبة كرة القدم، والموقوف أيضا من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، السماح له بحضور الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه بشكل رسمي من قبل اتحاد كرة القدم المصري، وسمح له بتمثيل ناديه وسط ترحيب من القائمين على منظومة كرة القدم. كما ناقش أيضا مجلس إدارة النادي الأهلي انسحاب المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة عند بداية الاجتماع المشار إليه بناء على تنسيق سابق مع مجلس إدارة النادي الأهلي احتجاجا على حضور رئيس الزمالك الموقوف قانونا ورفضا لانتهاك اللوائح والمطالبة باحترام قرارات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الإفريقي كاف، وكذلك رد الفعل السلبي من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة تجاه تجاوزات رئيس الزمالك بحق ممثل النادي الأهلي عند مغادرته قاعة الاجتماع بألفاظ خارجة اعتاد عليها ويعاقب عليها القانون، ولم يكن هناك قدسية للمكان ولا تقدير للحضور من ممثل الأندية الذين لهم كل التقدير والاحترام. وناقش المجلس أيضا إساءات بعض الأشخاص المتكررة بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي جماهيرا وأعضاء. وعليه قرر مجلس إدارة النادي الأهلي ما يلي: أولا، عدم المشاركة في أي اجتماعات كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة، وأن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف والفيفا أيضا والميثاق الأولمبي هي الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفة بسبب انتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعدم اتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك الموقوف قانونا بحق ممثل النادي الأهلي في اجتماع الاتحاد مع رؤساء الأندية. ثانيا، التقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاتخاذ اللازم قانونا حيال الاختراق الصارخ للوائح الاتحاد في اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم مع رؤساء الأندية، وعدم الالتزام بقرار كاف الذي صدر بحق رئيس الزمالك يوم 29/9/2018 بإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي أو إداري يخص لعبة كرة القدم. ثالثا، التقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية لعدم التزام اتحاد الكرة بقرارات الأولمبية المصرية والسماح لرئيس الزمالك الموقوف قانونا بممارسة نشاطه وتمثيل ناديه في اجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية. رابعا، عدم الاعتراف بأي قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة تأتي نتيجة للتوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك في اجتماعه الأربعاء الماضي والذي أصبح باطلا بحضوره. خامسا، التمسك الكامل بأداء مباريات النادي الأهلي في بطولة الدوري وفقا لترتيب في الجدول الدوري وفقا للترتيب في جدول الدوري والمعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل، والذي تم اختار كافة الأندية به يوم 8 يناير الماضي، ولم تكن هناك اعتراضات من أي جانب، ولم يطلب النادي الأهلي الذي يؤدي مبارياته بشكل مضغوط مباراة كل 72 ساعة ويخسر جهود لاعبيه للإصابات أي استثناءات، علما بأن هذه الفترة لا يتخللها أي مباريات للأهلي في بطولة الكأس حسب ما جاء في المكاتبات الواردة إلينا من لجنة المسابقات، ونحن نحترمها ونتمسك بها. سادسا، الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة، وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية نفسها. وإذا كان الاستبدال
رغبة نحترمها لطرف آخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم، فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى ما بعد الموعد المشار إليه. سابعاً، لن يخوض النادي الأهلي أي مباراة قادمة إلا بحضور جماهيره وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق ويتم تطبيقها الآن. وحال قيام اتحاد كرة القدم باختيار ملاعب بديلة غير مسموح فيها بالحضور الجماهيري للملاعب التي سيتم إغلاقها استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، يكون اتحاد كرة القدم هو المسؤول عن الحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة، وأن يتم اختيارنا بالحصول على هذه الموافقات عند الإعلان من جانب اتحاد الكرة عن الملاعب البديلة، حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة. ثامنا، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي أيضا مقاطعة البطولات العربية القادمة بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة النادي الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضائه وجماهيره، الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والاحترام المتبادل. وأخيرا، مجلس إدارة النادي الأهلي في حالة انعقاد دائم ومستمر. شكرا لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الحقيقة أول حاجة لازم أعملها أن أنا بسقف لمجلس إدارة النادي الأهلي ولهذه القرارات الرائعة. الحقيقة النهاردة أنا أول مرة أشوف الأستاذ شريف فؤاد المتحدث باسم مجلس إدارة النادي الأهلي وهو بيعلن هذه القرارات، وكنت قاصد أن أنا أعمل كده. قريت طبعا القرارات طوال النهار أو منذ صدورها وحتى الآن، ولكن لأول مرة أشوف الأستاذ شريف فؤاد زي ما قلت لحضراتكم المتحدث باسم مجلس الإدارة وهو يلقي بهذه القرارات الهامة جدا جدا جدا. اللي عايز أتكلم فيها في إطار هذا الموضوع، وأنا قلت لكم قبل كده طوال الأسبوع اللي فات وقبل في مباراة أمس أمام نادي الأهلي وهو بيلعب امبارح وبعد فوزه بهدف مقابل لا شيء 1-0 على حرس الحدود، قلت لحضراتكم أن هناك قرارات هامة جدا جدا سيصدرها مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة. الحقيقة هناك البعض من الأشخاص كما وصفهم البيان، هناك البعض من الأشخاص اللي بتلاقيهم دايما فاكرين ان صمت مجلس الاداره وسكوت مجلس الاداره وعدم الرد في اوقات معينه ان ده ضعف من مجلس اداره النادي الاهلي. ولكن انا دايما كنت باصر خلال الفترات اللي فاتت ان انا اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان النادي الاهلي بيشوف الناس كلها بتعمل ايه، او مجلس اداره النادي الاهلي وهو يعلم ان في ظهره جمهوره بيشوف كل الناس بتعمل ايه وبتقول ايه، وعارف هو هيرد امتى وعارف هو هيرد امتى وهيقول ايه. وده اللي حصل النهارده. قرارات او 8 قرارات لمجلس اداره النادي الاهلي كلها قرارات مهمه جدا جدا. البعض على السوشيال ميديا قال ايه؟ قال لك النادي الاهلي اعلن الحرب على اتحاد كره القدم وعلى نادي مش عارف ايه ونادي ايه ونادي ايه. نادي الاهلي لم يعلن الحرب يا جماعه ولا حاجه، نادي الاهلي اعلن الحق. خدوا بالكم من الكلمتين دول كويس جدا. نادي الأهلي لم يعلن الحرب، النادي الأهلي أعلن الحق وأعلى كلمة الحق. النادي الأهلي لم يعلن الحرب ولكنه أعلن كلمة الحق. اللي حصل خلال الفترات اللي فاتت، وزي ما قلت لكم دايما ودايما بقول لكم وعايزكم تفضلوا كده يا جماعة، عايزكم تفضلوا دايما هم اللي بيقولوا مش احنا، ان احنا دايما فخورين بنادينا، شايفين ان احنا أحسن نادي، وشايفين ان احنا كجمهور طبعا ان احنا افضل فريق، وشايفين كل حاجه كويسه. عارفين ليه؟ لان احنا عندنا جمهور يهز الحجر، جمهور هو اللي حامي اسم هذا النادي، فمش عايز حد يقلق من اي حاجه. وكل الكلام اللي طالع ده نفس طريقه الكلام، وللناس اللي بتتكلم وبتقول الكلام هو هو ما بيتغيرش، زهقنا والله زهق. غيروا يا جماعه، قولوا حاجه تانية، زهقنا بقى، غيروا شوفوا حاجه تانية قولوها. قلتوا لنا يعني اسطوانه مشروخه بقى، اسطوانه مشروخه وزهقنا منها والناس كلها زهقت، الناس كلها زهقت منها. ما عندناش مشكله، عايز تقول يعني اللي عايز يقول كده يقول، ما عندناش اي مشكله، احنا بنرد بالدلائل والبراهين والكلام اللي احنا بنقوله كمجلس اداره. انا النهارده بصفتي اهلاوي
وبصفتي بحب اسم وبحب النادي ده، وبصفتي واحد من جمهور النادي ده فخور جدا 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 بهذه القرارات. اللي هيطلع بقى يقعد يقول لك اسطوانه، والله قبل ما اشوف رد اي حد قلت لهم فلان ده هيرد يقول كذا 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 كذا، وفلان ده هيرد يقول كذا 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 كذا. الاول رد وقال نفس اللي انا قلته بالظبط، قلت لهم هيقول كذا وكذا 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 وكذا، لسه الباقي هيتوالى دلوقتي او هيتوالى بعد كده الرد على قرارات مجلس اداره النادي الاهلي. ولكن هو النادي الاهلي كده يقعد يسند ظهره كده ويشوف الدنيا ماشيه ازاي، وبعدين يقول القرارات اللي هو عايزها في الوقت اللي هو عايزه. وخدوا بال حضراتكم، هذه القرارات ماشيه مع سياسه الدوله. النادي الاهلي مش لوحده. النادي الاهلي عندما يفكر لا يفكر وحيدا، ولكن بيفكر في اسم مصر قبل اي حاجه تانية. بيفكر في اسم مصر الاول قبل اي حاجه تانية. مش زي ناس كده تطلع عايزه تعمل فتنه وتثير فتنه. وهقول لكم ايه اللي حصل برضو في موضوع الحكم الخامس ده، اللي اتقال فجاه وطلع فجاه ما هو الا مجرد اثاره للفتنه. لكن خليني اكمل معاكم الاول في الموضوع ده. النادي الاهلي يقعد ويحط رجل على رجل كده ويفكر ويقول انا هعمل 1 2 3 4، والباقي بقى كله يقعد يلف حوالين نفسه، كله يقعد يلف حوالين نفسه كده. كل الناس، انا والله العظيم من النهارده من ساعه ما قرارات مجلس الاداره دي طلعت، تليفونات 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 تليفونات، شفت قرارات طبعا شفنا قرارات مجلس الاداره، وكلنا كنا متوقعين قرارات لمجلس اداره النادي الاهلي تصدر بهذا الشكل الرائع وبهذا الشكل اللي يتوافق مع جمهوره. وفي نفس الوقت خدوا بال حضراتكم، النادي الاهلي لما بيقول كلمه او بيقول قرارات معينه من مجلس ادارته يجب ان تتوافق مع اسم البلد اللي احنا مصر دي هي اللي حاميه الناس كلها، اسم بلدنا ده فوقينا كلنا. خدوا بال حضراتكم الكلام ده كويس. اسم مصر ده النادي الاهلي عندما ياخد قرار بيعمل في حاجه في وهو بيتخذ هذا القرار بياخد اعتبارين، الاعتبار الاول المصلحه العليا للبلد، وبعد كده مصلحه النادي الاهلي. المصلحة العليا للبلد لأن هي الأساس، وبعد كده اسم النادي الأهلي. فخدوا بال حضراتكم كده، اللي بيقرأ القرارات وبيشوف قرارات النادي الأهلي هيلاقيها قرارات كلها محترمة جدا، طريقة الكلام وتفصيل الكلام محترم جدا بمنتهى الاحترام. احنا بنقول لك أنت راجل يعني أنتوا موقوفين، عندكم حد موقوف بتدخلوه ليه؟ هو الأخ أحمد الكابتن أحمد مجاهد المتحدث باسم اتحاد كرة القدم عندما طلع بعد الاجتماع الرسمي وقال ان ده اجتماع تنسيقي، هو ده ينفع الكلام ده؟ هل ده ينفع الكلام ده؟ طب بالمناسبة بقى النهاردة كان بكرة هيبقى في اجتماع لمجلس ادارة اتحاد كرة القدم، بكرة كان هيبقى في اجتماع رسمي لاتحاد كرة القدم، تم الغاء هذا الاجتماع. عارفين تم، هقول لكم بس كواليس بسيطه جدا لماذا تم الغاء اجتماع مجلس اداره اتحاد كره القدم، وممكن بعد الكلام ده يعملوه تاني ويرجعوه تاني. المهندس هاني ابو ريده قعد مع اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي، انا بقول لكم بالاسماء اهو، قعد مع اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم، وقعد مع الاستاذ او الكابتن احمد مجاهد عضو مجلس اداره الاتحاد المصري ودراع المهندس هاني اليمين، قعد معاهم بعد طبعا صدور قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي، قعد معاهم وقال لهم إحنا موقفنا إيه؟ إحنا موقفنا إيه؟ هنعمل إيه؟ اتقال فيما معناه إن إحنا موقفنا ضعيف. موقفنا ضعيف لأن إحنا بعتنا جوابين للنادي الأهلي. دي حاجات يعني هتلاقوها هنا في ملعب الأهلي فقط، مش هتلاقوها في حاجة تانية. الجواب الأول ولو سمحت يا سمير لو هو معاك نزله لنا على الشاشة. الجواب الأول صادر رقم 454 بتاريخ 3/2 السيد الفاضل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الموضوع اجتماع السادة رؤساء الأندية يوم 6/2، ده الجواب اللي حضراتكم أو كل الناس شافته على مواقع التواصل الاجتماعي، هو مع حضراتكم على الهواء مباشرة. اللي مع حضراتكم بقى ما شفتهوش تكملة هذه الجوابات، تكملة هذه الخطابات الرسمية اللي صادرة من اتحاد كرة القدم للنادي الأهلي، وبعد كده النادي الأهلي بيرد على اتحاد كرة القدم، وبعد كده اتحاد كرة القدم بيرجع يرد تاني على النادي الأهلي. الجواب الأول ده اللي نزل في السوشيال ميديا وحضراتكم كلكم شفتوه خلال امبارح والنهارده. طيب ده للنادي الأهلي
رد عليه العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، قال له السيد الدكتور، ولو سمحت يا سمير حطه لنا على الشاشه، السيد الدكتور ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم، تحيه طيبه وبعد الاشاره الى دعواتكم لرؤساء انديه الدوري او من ينوب عنهم للاجتماع يوم الاربعاء لمناقشه ما يخص بطوله الدوري، برجاء التفضل بارسال جدول الاعمال، برجاء التفضل بارسال جدول الاعمال والبنود المطروحه للمناقشه في هذا الاجتماع والاشاره من جانبكم بوضوح. خدوا بالكم الكلام اللي بيتقال، والاشاره من جانبكم بوضوح الى ما سيتم تناوله في هذه الجلسه بخصوص النادي الاهلي ومبارياته في بطوله الدوري حتى يتم عرض الامر كاملا على مجلس اداره النادي لاتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحه الاهلي قبل مناقشه كافه الامور في اجتماع رؤساء الانديه يوم الاربعاء. ده كان جواب او رد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، طبعا بناء على قرار من مجلس اداره النادي الاهلي بعد الجواب الاولاني اللي جه للنادي الاهلي. رد العميد ثروت سويلم على العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي وقال له ايه؟ حط لنا الجواب ده لو سمحت برضه. يا جماعه انا بس عايز اعرف الخطابات دي رسميه ولا وديه؟ هو الجمعه اجازه ولا مش اجازه؟ حد يقول لنا يا جماعه الجمعه اجازه ولا مش اجازه؟ هي الخطابات رسميه ولا مش رسميه؟ ها؟ طيب. السيد الاخ العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. الموضوع اجتماع الساده رؤساء الانديه مع مجلس اداره الاتحاد. يسعدني ان اهدي سيادتكم اطيب تحياتي الشخصيه وتحيات رئيس واعضاء مجلس اداره الاتحاد، متمنين لسيادتكم دوام النجاح والتوفيق. بالاشاره الى خطاب سيادتكم رقم 248 بتاريخ 3/2 بشان طلب موافقتكم بجدول الاعمال الساده رؤساء الانديه القسم الاول مع مجلس الاداره، نود الاحاطه ان السيد رئيس مجلس الاداره ونائبه كله كلام، فقد دعا المجلس الساده ورؤساء الانديه القسم الاول او من ينوب عنهم من اعضاء المجلس لمناقشه الاتي: رقم 1 الملاعب التي سيتم اعلان تطويرها استعدادا لتنظيم كاس الامم مما يترتب عليه تعديلات في المسابقات. نمره 2 مناقشه ادخال نظام الفار في التحكيم. ده رد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم على عميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. ده الخطاب الثالث. رسمي ولا مش رسمي؟ كابتن أحمد مجاهد، رسمي ولا مش رسمي؟ خطاب الرابع، خطاب الرابع. يعني بصراحة مجلس إدارة النادي الأهلي معلمين، معلمين، معلمين بالمعنيين، معلمين بمعنى معلمين ومعلمين، يعني كل اللي انتوا عايزين تقولوه قولوه، مش اي كلام بيتقال وخلاص. لا، زي ما في ناس بتطلع كده تقول لك ايه اصل دول مش عارف بيعملوا ايه ويقعد يزعق ويعمل ويخلي وبتاع والكلام، اي كلام في الهواء. الناس هتتجنن يا جماعه بعد الثمان قرارات دول. يا جماعه مجلس اداره النادي الاهلي شايف ايه القرارات اللي بياخدها في حق ناديه وفي حق جمهوره وفي حق اسم ناديه وبيقولها، الناس الثانيه متضايقه ليه؟ متضايقين ليه يا جماعه؟ ماشي. الخطاب الرابع من مجلس اداره النادي الاهلي او من المدير التنفيذي للنادي الاهلي عميد محمد مرجان للمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم، والحقيقه خطاب طويل جدا برضه، حطه لنا على الشاشه علشان اللي عايز ياخده ياخده والناس اللي عايزه تقراه. بالاشاره الى خطابكم رقم 547 والوارد الينا بتاريخ كذا، نحيط علم سيادتكم بان ده النادي الاهلي بيرد على اتحاد كره القدم. النادي الاهلي يدعم استضافه مصر لبطوله الامم الافريقيه بكل امكاناته ويتمنى ان تخرج البطوله بالشكل الذي يليق باسم بلدنا. دي نمره 1. نمره 2 اتحاد كره القدم متمثلا في لجنه المسابقات هو المسؤول عن توفير الملاعب البديله. بالمناسبه الكلام اللي حضراتكم بتقولوه ده النادي الاهلي بعته لاتحاد كره القدم يوم 5/2 5/2 خلاص؟ من يوم 5/2 والنادي الأهلي باعت الجواب ده. يعني النادي الأهلي بيرتب علشان يصدر هذه القرارات في حالة ما إذا حصل اللي حصل يوم الأربعاء اللي فات في اجتماع الرسمي يا كابتن أحمد مجاهد لاتحاد كرة القدم.
اتحاد كرة القدم متمثلا في لجنة المسابقات والمسؤول عن توفير الملاعب وكذا وحال اختياركم الملاعب والكلام ده كله. نمرة 3، النادي الأهلي يتمسك بأداء مبارياته في الدوري وفقا للترتيب في جدول الدوري المعلن والمرسل رسميا للنادي الأهلي من جانبكم يوم 30 مارس حتى يوم 30 مارس المقبل. نمرة 4، النادي الأهلي هو أول من طالب بتطوير منظومة التحكيم وتطبيق نظام الفي آر وهو ثابت في خطاباتنا المرسلة إليكم. نمرة 5، وهي أهم حاجة، الالتزام بجدول الأعمال المعلن من جانبكم في اجتماع الغد، وأن تكون المناقشات خاصة بالملاعب التي تقام عليها بطولة الدوري وتطوير منظومة التحكيم بتطبيق تقنية الفي آر. الله عليكم يا جماعة، وتفضلوا بقبول وافر التحية. أربع خطابات. الجمعة أجازة ولا مش أجازة؟ حد يقول لك معاك جمعة أجازة ولا مش أجازة؟ أربع خطابات ما بين المدير التنفيذي للنادي الأهلي وما بين المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، بينهم جدول الأعمال اللي فيه نقطتين. إذن هو اجتماع رسمي، ولا يحق في الاجتماع الرسمي لرئيس نادي الزمالك أن يكون متواجدا في هذه الاجتماعات بناء على الإيقاف القانوني من الصادر من الكاف ومن اللجنة الأولمبية المصرية. وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل. عشان كده النادي الأهلي النهاردة هو بيقول هذه القرارات أو بيتخذ هذه القرارات هي قرارات اتقالت قبل كده يا جماعة، بالمناسبة اتقالت في الجوابات اللي ما بين النادي الأهلي واتحاد كرة القدم، ولكن للأسف الشديد اتحاد كرة القدم خرج بتصريحات من المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم وقال فيها ان هذا الاجتماع هو اجتماع تنسيقي ودي وليس اجتماعا رسميا، وبذلك يحق لرئيس نادي الزمالك ان يكون متواجدا في هذا الاجتماع. انا ما اعرفش هما بيدافعوا على ايه او بيدافعوا عن مين، وليه بتعملوا كده؟ ليه بتعملوا كل اللي انتوا بتعملوه ده؟ نفسي افهم. اتحاد كرة القدم يجب ان يكون هناك، يعني المهندس هاني ابو ريده ده يا جماعه بالمناسبه واحد من اهم الناس اللي بتدير كرة القدم في العالم كله، مش في مصر بس، في العالم كله. وأنا أثق في قدرة المهندس هاني أبو ريدة على أنه هو يخرج من هذا الموضوع بشكل أو بآخر. لكن في نفس الوقت الناس اللي بتطلع تتكلم عن نيابة عن اتحاد كرة القدم ما ينفعش تبقى عن تتكلم معلومة خاطئة. أنت بتقول للناس إيه اللي بيحصل، بتضحك على الناس، بتضحكوا على الناس، أنت بتضحك على الناس. تطلع تقول لهم إن اجتماع تنسيقي وهو اجتماع رسمي يا جماعة، والله عيب الكلام ده، الكلام ده عيب. واجهوا المشكلة، اتحاد كرة القدم الآن في مشكلة يجب أن يتم مواجهتها. زي ما قلت لكم كان المفروض في اجتماع بكرة اتلغى الاجتماع علشان القعدة اللي حصلت ما بين المهندس هاني أبو ريدة واللواء ثروت سويلم والكابتن أحمد مجاهد. قالوا له يعني ما منهاش لازمة إن احنا نطلع نقول أي، لأن مش عندناش حاجة نعرف نقولها، لأن الكلام اللي قاله النادي الأهلي كله كلام مظبوط. اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي وما صدر منها قرارات هي قرارات مظبوطة 100%. فالناس دايما لما بتيجي تفسر زي ما قلت لكم قبل كده بتفسر سكوت النادي الأهلي إن هو ضعف، إنه ليس ضعفا ولكنه سكوت وانتظار للوقت اللي يراه النادي الأهلي مناسبا لأن هو ياخد القرارات المناسبة للنادي، وهو ده اللي حصل. وطبعا النهاردة لجنة المسابقات خدت قرار بتأجيل مباراة يوم 28 مارس مع نادي بيراميدز لما بعد يوم 30 مارس ومباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك. أخيرا حاجة عايز أتكلم فيها، طبعا أنا مش هتكلم في البذاءات اللي بتتقال والكلام اللي بيتقال ده. زي ما قلت لكم كابتن خطيب أول امبارح قال إن هو في وسط كلامه كده قال إن إحنا دايما كنادي أهلي لما بنيجي نتكلم لما بنيجي نرد على حد او لما بنيجي ناخد قراراتنا لا نتدنى لهذا المستوى من التعليقات. فعشان كده البعبعه والفقاعات الهواء اللي طالعه دي، عارفين فقاعات الهواء دي؟ يعني انا كان نفسي يبقى معايا البتاع اللي بيعملوه بتاع البلالين ده، يطلع كده فقاعه هواء تقوم جاي عاملها بدبوس صغير كده تلاقيها فرقعت اي كلام، او بتفرقع لوحدها اي كلام بيتقال، اي كلام، كلمة من هنا وكلمة من الشرق وكلمة من الغرب وكلمة من فوق وكلمة من تحت، أي كلام بتقوله خلاص. بمناسبة بس آخر حاجة، هي أعراض الناس لعبة، و
اول امبارح او امبارح بعد المباراه قال لك الحكم الخامس اللي حكم مباراه النادي الاهلي او اللي لغى اللعبه اللي دخلت جون في النادي الاهلي، قال لك الحكم ده بيشتغل في اكاديميه النادي الاهلي في المنوفيه، واحنا ما عندناش اكاديميه في المنوفيه اساسا، هي الاكاديميه اللي هو بيشتغل فيها اكاديميه خاصه مش عارف اسمها ايه كده كده الاهلاويه. هو مين اللي بيثير الفتن دي يا جماعه؟ هي اثاره الفتن دي شيء بسيط وطبيعي وعادي جدا واحنا داخلين على بطوله امم افريقيا؟ هي ليه كده؟ ليه الناس بتعمل كده؟ سؤال، انا بوجه سؤال، هي ليه الناس بتعمل كده؟ لماذا يتم اثاره الفتن الان دلوقتي؟ تطلع حاجه زي دي وتقول حاجه زي دي، لان كميه مواقع كاتبه وكميه حاجات كاتبه ان الحكم الخامس ده كذا 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 كذا، فجاه كده الدنيا اتقلبت. وانا كنت مع اتحاد كره القدم ان لو الحكم ده بالفعل كان شغال في اكاديميه تخص النادي الاهلي كان يجب شطبه، ولكن يجب شطب كل الحكام بقى اللي بتلعب في ام بي واللي شغاله في ام بي وشغاله في البترول وبتحكم لام بي وبتحكم لبتروجيت واللي شغال هنا وشغال هنا وبيحكم. ما هو انت يتطبقها على الكل يا ما تطبقهاش خالص. لماذا اثاره الفتن في الوقت ده؟ نفسي افهم، نفسي افهم ليه. كل واحد من حقه يبص على او ان هو يشوف مصلحه ناديه فين ويعمل عليها، لكن في نفس الوقت ايه ده؟ هو في ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ الناس كلها عايزه تعمل هجمه على النادي الاهلي مش هتعرف، والله ما هتعرفه، وحياه ربنا ما هتعرفه. النادي الاهلي كبير بجمهوره، النادي الاهلي كبير بمجلس ادارته، النادي الاهلي كبير باي مجلس اداره، خدوا بالكم بالمناسبه يعني. النادي الاهلي كبير باسمه، كبير بجمهوره وكبير باسمه وكبير بمجلس ادارته وكبير بلاعيبته اللي متواجدين. والنادي الاهلي بالمناسبه برضه اجيال بتسلم بعض، مفيش حد في الدنيا دي هو اللي مسؤول عن النادي الاهلي، لا اجيال متعاقبه، مجالس ادارات متعاقبه، عارفه هي بتعمل ايه كويس جدا. اجيال بتسلم اجيال تاريخ. والكل في واحد. يعني ايه مجلس بروح الفانيلا الحمراء؟ يعني ايه؟ هي الكلمه دي بنقولها ليه دايما؟ دايما بنقعد نقول ايه؟ احنا عندنا مجلس بروح الفانيلا الحمراء او سلوجن كده دايما بنمشي عليه اسمه روح الفانيلا الحمراء. يعني ايه مجلس بروح الفانيلا الحمراء؟ عارفين يعني ايه؟ يعني لما حضراتكم كجمهور يبقى نفسكم في حاجه ها؟ وتبقى في صالح النادي الاهلي تلاقي المجلس ده عملها. لان هي دي روح الفانيلا الحمراء. هي دي روح الفانيلا الحمراء. اول ما حضراتكم ابتديتوا تقلقوا على لعيب، ايه اللي حصل؟ قبلها بسنه ونص ايه اللي حصل؟ تم تجديد عقد هذا اللاعب النجم الكبير علي معلول. علي معلول من اقرب الناس للاهلاويه كلهم، والاهلاويه كلهم عارفين دوره وعارفين قد ايه هو مؤثر مع فريق النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي لا يقف على احد، خلي بال حضراتكم كلمه مهمه جدا، النادي الاهلي لا يقف على احد، ولكن اول ما حضراتكم بس ابتديتوا كده تشكوا او تقلقوا ايه اللي حصل؟ تعالى يا علي، اقعد يا علي. قبل مباراه امس بيوم كابتن سيد عبد الحفيظ، انا بقول لكم برضو شويه كواليس كده، يعني كابتن سيد عبد الحفيظ قعد مع علي معلول قال له علي احنا عايزينك تجدد في النادي الاهلي. واجهش علي في بالبكاء والكلام اللي فاري، عارفين فاكرين الكلام ده؟ علي لم يجهش بقى بالبكاء ولكن قال كلمه واحده، قال انا بحب النادي ده وعايز النادي ده ومش هبعد عن النادي ده، وجمهور النادي ده هو اللي هيخليني اكمل في النادي، واللعيبه اللي موجوده والبطولات اللي هناخدها الفتره اللي جايه والدوري اللي احنا بنلعب فيه. علي معلول خلص، قعد ظبط كل حاجه مع كابتن سيد عبد الحفيظ. تاني يوم الماتش، بعد الماتش مضى على العقود وبعد كده سافر تنزانيا. في اسهل من كده؟ في اسهل من كده حاجه يا جماعه؟ ما فيش اسهل. او اوفر على على سيره علي معلول اهو. في اسهل من كده؟ ده علي معلول. كريم ندفد نفس الكلام، واحد من ابناء النادي المخلصين اللي ظهر بشكل جيد جدا خلال الفتره اللي فاتت، الكل بيشيد بمستوى كريم ندفد. كريم ندفد قعد مع الكابتن سيد عبد الحفيظ قال له انا همضي 5 سنين ومضى، وهناك لاعب ثالث انتهى يعني
بنسبة كبيرة جدا جدا في خلال أسبوع من دلوقتي أو بعد العودة من تنزانيا سيتم الإعلان عن تجديد أحد أهم لاعبي النادي الأهلي اللي متواجدين حاليا في الفريق. حضراتكم بس تناموا كده تحلبوا وتصحوا الصبح تلاقوا كل حاجة تمام. يعني هو ده، يعني لما حد يجي يقول لك يعني إيه روح الفانيلا الحمراء أو يعني إيه مجلس بروح الفانيلا الحمراء، فهموا بقى واحدة واحدة كده. قول له أنا كجمهور لما بنام كده وبحلم اقول يا سلام لو الاقي علي معلول مجدد بكره، بلاقي علي معلول مجدد. يا سلام لما لو لقيت حسين الشحات عندي في الفريق، بلاقي حسين الشحات. يا سلام لو لقيت ياسر ابراهيم، بلاقي ياسر ابراهيم. كل من اراد النادي الاهلي ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي كان موجود في النادي الاهلي. هو ده اللي اسمه روح مجلس بروح الفانيلا الحمر. وللاهلي عايز يجابه بالمناسبه، الاهلي عايز في ظل طبعا اللي حضراتكم شايفينه وفي ظل التكتلات وفي ظل كل ده كل الناس بتبقى عايزه تيجي على النادي الاهلي وهنا وهنا وهنا، ولكن رغبات اللاعبين في التواجد بين حضراتكم كجمهور هي اللي خلتهم يبقوا متواجدين او عايزين يبقوا لابسين فانيله النادي الاهلي. عشان كده بقول لحضراتكم ما تقلقوش من حاجه، القادم افضل، القادم افضل، القادم افضل وان شاء الله بكتير بكتير. الفرقة ابتدت تجهز، المباراة اللي فاتت كانت وحشة وقلنا لحضراتكم أسباب إن المباراة اللي فاتت ما كانتش كويسة ليه، واتكلمنا مع حضراتكم في أمور فنية كثيرة جدا، والنهاردة هنتكلم أكتر وأكتر مع نجومنا الكبار الكابتن فتحي نصير، الكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن أسامة حسني، هنتكلم معاهم لماذا ظهر الأهلي سيئا في المباراة الأخيرة. إحنا عمرنا ما هنحط دماغنا في التراب، عمرنا، إحنا النادي الأهلي يا جماعة، عمرنا ما هنحط دماغنا في التراب. كنا وحشين بس خدنا 3 بونت، خدنا 3 بونت، هو ده المهم بالنسبه لنا دلوقتي، ولكن المباريات القادمه ان شاء الله هتبقى فيها صعوبه انا عارف، لانه مباريات متتاليه ومتواليه على النادي الاهلي، ولكن هذا هو قدر النادي الاهلي وهو ده اللي التزم بيه النادي الاهلي النهارده في قراراته، وعشان كده بيقول انا ملتزم لغايه يوم 30 مارس بالجواب اللي انت بعته لي. احنا بنلعب كل 72 ساعه، في ال 72 ساعه دول بقى مش مثلا اللعيب مريح، لا، اللعيب بيبقى مسافر يا اسكندريه يا بترو سبورت، ما هو التجمع سفر برضه، يا بترو سبورت يا اما تنزانيا النهارده زي ما اللعيبه لسه مسافرين من شويه تنزانيا، وصلوا بكره ان شاء الله بالسلامه ويلعبوا مباراتهم امام سيمبا التنزاني. وبالتالي ما تقلقوش على فرقتكم، عندكم فريق محترم، عندكم فريق بروح الفانيلا الحمر، وعندكم مجلس بروح الفانيلا الحمر، فما تقلقوش من اي حاجه خالص. انا عايز بس حضراتكم كده تناموا تستريحوا وتطمنوا وتعرفوا ان احنا دايما او مجلس اداره النادي الاهلي وكل العاملين في النادي الاهلي مش عايزين يعملوا حاجه غير ارضاء حضراتكم كجمهور. ارضاء حضراتكم كجمهور، وزي ما قلت لكم انتوا كده نمتوا صحيتوا لقيتوا علي معلول جدد وكريم نيدفيد جدد وفي لعيب ثالث في خلال في ظرف 4-5 ايام ان شاء الله لما يرجعوا من تنزانيا هتلاقوا يتم الاعلان رسميا على توقيع احد اللاعبين وتجديده لمده سنتين قادمتين زياده عن السنه ونص اللي فاضلين ولا السنتين اللي فاضلين. فما تقلقوش ان شاء الله من حاجه، كل الامور ماشيه في اتجاهها الصحيح. حاجه واحده بس اللي فاضله ان حضراتكم تفضلوا في ظهر النادي الاهلي، حضراتكم تفضلوا، والكلام طبعا والله الكلام اللي بيتقال فقاعات الهوى، انا دايما بسميها كده، الفقاعات اللي بتتقال دي سيبوكم منها، اتفرجوا عليها واضحكوا زي ما انا بعمل. الناس كده تقعد تقول لي اقول لهم ماشيات وكده، اقعد افتح البتاع واتفرج عليه شويه واقعد اضحك. والله انا في حاجات كده في فيديوهات بقعد افتحها عشان اضحك بس، ما اعملش حاجه ثانيه، بس بضحك بس. هي نفس الاسطوانه المشروخه اللي بتتقال هنا بتتقال هنا بتتقال هنا، بتتقال من ده بتتقال من ده بتتقال، هي نفس الاسطوانه مش هتتغير. خدوا بال حضراتكم مفيش جديد، مفيش جددوا طيب يا جماعه، شوفوا حاجه جديده، احنا عندنا استعداد، ما عندناش مشكلة يعني، لكن هي نفس الاسطوانة وهي هي نفس الكلام، هو نفس الأسلوب وهو نفس الطريقة، والكل صامت إلا مجلس إدارة النادي الأهلي الذي يبحث دائما عن حاجتين: مصلحة البلد العليا، مصلحة اسم مصر أولا ثم اسم النادي الأهلي. النهارده 21 لاعبة في قائمة النادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني: شناوي، هشام محمد، رامي ربيعة، سعد سمير، رمضان صبحي، اسلام محارب، ايمن اشرف، عمرو السليه، علي معلول، جونيور اجاي، جونيور اجاي، ها جونيور اجاي.
محمد هاني، علي لطفي، ناصر ماهر، كريم نيدفيد، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمود وحيد، محمد شريف، صلاح محسن. دي قائمه النادي الاهلي لمواجهه سيمبا التنزاني يوم الثلاث الساعه 3 ان شاء الله. هنكون مع حضراتكم قبل المباراه، هقول لكم هتبقى الساعه 1 ولا 1 ونص، هنكون مع حضراتكم قبل المباراه لنتعرف على كواليس مباراه النادي الاهلي ضد سيمبا التنزاني، وان شاء الله تبقى 3 نقاط يستطيع النادي الاهلي بيهم ان هو يريح نفسه بقى خلال الفتره القادمه. طيب خلينا نطلع نشوف او نعمل تقرير عن استعدادات النادي الاهلي لمباراه سيمبا التنزاني. بعد هذا التقرير وبعد هنتفرج على استعدادات وتقرير عن استعدادات النادي الاهلي ضد نادي سيمبا التنزاني، وبعد كده هنرجع نستقبل ضيوفنا الكبار، الكابتن الكبير الكابتن فتحي نصير، الكابتن الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن الكبير كابتن أسامة حسني. هنتكلم معاهم على مباراة اليوم. بالمناسبة النهاردة نادي الزمالك فاز على نادي النجوم بهدف مقابل شيء. أيمن حفني أحرز هدف المباراة الوحيد، أول ما نزل الحقيقة أيمن حفني أحرز هدف المباراة الوحيد. هنتكلم طبعا عن فوز نادي الزمالك النهاردة والمستوى اللي ظهر به نادي الزمالك ووصوله للنقطة 48، ونشوف بقى ايه اللي هيحصل، وهنعرف برضو النواحي الفنيه. هنتكلم عن النواحي الفنيه لمباراه النادي الاهلي السابقه، وزي ما قلت لكم لماذا ظهر النادي الاهلي بهذا الشكل في المباراه السابقه. كلام كتير جدا جدا مع نجومنا الكبار، ولكن نطلع نشوف هذا التقرير عن استعدادات النادي الاهلي لمواجهه سيمبا التنزاني في تنزانيا، وبعد كده نرجع نكمل مع حضراتكم ونستقبل ضيوفنا. لا وقت للراحة، شعار رفعه الجهاز الفني لفريق الكرة بالأهلي بقيادة الأوروغوياني مارتن لاسارتي في ظل المرحلة الصعبة للفريق بسبب ضغط المباريات التي يخوضها الفريق في مختلف البطولات والتي يشارك فيها المارد الأحمر. فما أن تمر 72 ساعة إلا وترى المارد الأحمر يخوض مواجهة مع منافس مختلف في الوقت الذي يحصل فيه المنافسون على وقت كاف للراحة. ما أن انتهى المارد الأحمر من مباراة حرس الحدود في الأسبوع 21 من الدوري الممتاز التي انتهت بفوز صعب لأبناء القلعة الحمراء بهدف نظيف أحرزه الوافد الجديد حمدي فتحي، حتى حزم اللاعبون حقائبهم من مطار القاهرة متوجهين إلى تنزانيا في رحلة خارجية لتمثيل الكرة المصرية بمواجهة سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي يتصدر فيها المارد الأحمر مجموعته برصيد 7 نقاط. المارد الأحمر خاض ميرانا خفيفا صباح اليوم تحت قيادة مارتن لاسارتي خشية تعرض اللاعبين للإجهاد بسبب ضغط المباريات، لا سيما في ظل الإصابات الكثيرة التي داهمت الفريق، وكان آخرها حسام عاشور في مباراة حرس الحدود أمس بالدوري. الأهلي سيتدرب مرتين في تنزانيا يومي الأحد والاثنين استعدادا للقاء سيمبا الثلاثاء، حيث يركز مارتن لاسارتي على تدريب اللاعبين على بعض من الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة الثلاثاء، خاصة في النواحي الهجومية من أجل تحقيق الفوز ومواصلة تصدر المجموعة من الجبهتين اليسرى واليمنى بتوظيف الرباعي علي معلول ورمضان صبحي، محمد هاني وحسين الشحات، وكيفية تشكيل خطورة على مرمى سيمبا بصناعة فرص لأي من جونيور أجاي أو صلاح محسن. الجميع ضمن القائمة التي اختارها لاسارتي للسفر جاهزون لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الحلم والعودة لمنصة التتويج الإفريقية التي غاب عنها المارد الأحمر في السنوات الماضية. الجهاز الفني للأهلي حريص على دراسة الفريق المنافس وكيفية خوض مباريات على ملعبه، وشرح هذه الطريقة للاعبين بملخص لمبارياته وكيفية إيقاف خطورة لاعبيه، وأيضا تهديد مرماه في ظل جاهزية المارد الأحمر لغزوة جديدة في الأدغال الإفريقية. We'll be right back.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في الجزء الثاني من هذه الحلقه. زي ما حضراتكم عارفين هنعمل جزء تحليلي للمباريات اللي اتلعبت النهارده، مباراه نادي الزمالك والنجوم، وايضا هنتكلم عن النادي الاهلي والمباراه السابقه امام نادي حرس الحدود وكيفيه الاستعداد للمباراه القادمه امام سيمبا التنزاني. الفريق سافر النهارده زي ما قلت لحضراتكم، ولكن خليني ارحب بضيوفي الكبار. الكابتن الكبير فتحي نصير. ازيك كابتننا؟ مشرف والله. آه كابتن اسلام، اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك، منور ومتالق دايما. ربنا يخليك يا كابتن. الله يخليك. ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن مش هقول اسمه، نسي. لا انا اقدر انسى اخوك شريف عبد المنعم. انت حبيبي كابتن شريف عبد المنعم طبعا. ازيك كابتن؟ منور الدنيا. وشياكه كده وحاجه جميله. والله كنت هفتح لك القميص زي ما انت فاتح كده، بس انا بحب، انت عارف انا، بس انا عارفك برضه بتحب الحاجات دي. قلت نلم الدور شويه، سيب فينا واحد. انا واسامه بقى. انا واسامه. ازيك يا نادي؟ ازيك يا فرسان؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كله تمام. ربنا يخليك. لابسين جرافطات انا وانت النهارده. لا كابتن شريف، مناديل حمراء. شغل جامد. ما انا اصطدت بقى. ايه انتوا عاملين فيها شباب؟ انا وكابتن فتحي. شباب يا كابتن؟ ده احنا كابتن فتحي ده اللي معلمني الكوره ومربيني وانا صغير. انت بتكبره يعني؟ لا لا لا، المفروض يقعد هنا، خدت بالك؟ عشان يبقى نتمتع بكلامه، بالتحليل بتاعه. لا هنتمتع في كلامه في اي حته، خلي بالك هنا. بس هو كان لازم يجي يقعد هنا. ما اعرفش هو بياخد بقى الكاميرا، بيحب الكاميرا دي ولا انا مش عارف. لا. كل واحد كاره الكرسي ده ليه؟ انا مش عارف. اللي بيقعد هنا هو اللي بيلعب. بقول لك ايه؟ بقول لك تعالى هنا وانا هقعد. ما اقدرش. ليه؟ لا. ده شغلك. لا 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 لا, لا. انت منورينا يا كباتن والله، ودايما بنستمتع مع المعلم يا ابو الكباتن، بنستمتع بيكم. انت وانت في القنوات الثانيه كنا بنقول لك انت امتى هتبقى موجود وامتى هتبقى معانا، واحنا طبعا ده كابتن، ده واحنا طمعانين فيك، واحنا مش عارف ايه، واحنا بنحب ان انت تبقى معاك، ولما بنروح في اي حته بنروح نقعد معاك وتطلع. ما شاء الله يعني. يعني لا، عشان انت بس على الهوا كده تبقى عارف ان احنا من الناس. ده شرف ليا يا كابتن والله. في اي موقع انت بتبقى موجود فيه الحقيقه احنا بنبقى فولوينج ليك يعني. ربنا يخليك يا كابتن. كابتن فتحي، خليني ابدا مع حضرتك بمباراه النادي الاهلي واداء سيء للنادي الاهلي في هذه المباراه، اسباب كثيره جدا لهذا الاداء السيء، راي حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني مش عايزين نقول اداء سيء او اداء متميز او اداء كده يا كابتن اسلام. اتفضل. انا اقدر اقول في حاجتين. النادي الاهلي اللي خلى المنظر ده في اللي احنا فيه، ان احنا بنفقد الكوره في التلت الهجومي كتير قوي. مظبوط، ميس باس كتير. كتير قوي بنفقدها. نعم. وبالتالي دي لما انت بتفقد الكوره في منطقه انت بتهاجم وانت اصلا بعدد كبير وكثافه لعيبه من الهجوم، بتضطر اللعيبه دي ترجع تاني عشان تجيب الكوره. تبذل مجهود اكتر. ففقدان الكوره. نمره اتنين، اللعب الطويل. لعبنا طويل قوي في الماتش ده. كتير قوي لعبنا طويل. القاعده طول ما انت معاك الكوره ما تخافش انك تخسر، لان الكوره الجول بيجي من ايه؟ من كوره. طول ما الكوره معاك هم مش هيكسبوك، هتعمل ايه؟ وطول ما الكوره معاك هي احسن وسيله للدفاع. نعم. هتقول لي احسن وسيله للدفاع الكوره؟ الكوره معايا، هو هيجري او الخصم هيجري اكتر منك بكتير، لان انا لو هنا معايا الكوره هلعبها الاسلام عشان الكوره تتحرك لك، هتلاقي المدافعين اللي قدامك بيتحركوا، يبقى انا هنا الكوره اتحركت شويه وانا واقف مكاني، بس اللعيبه هناك هم اللي جريوا. فانت بتحافظ على لياقتك البدنيه وبتحافظ على مخزونك اللياقي لو الكوره معاك. نعم. وبالتالي قاعده ان الكوره نستحوذ على الكوره وتكون الكوره معانا، وما نستعجلش ان احنا نجيب الجول، لان احنا قادرين، عندنا مهارات اللعيبه، قادرين ان هم يجيبوا جول في اي وقت، انه يجيبوا الجول. اذا ما فيش استعجال. اما حته ان انا اروح وافقد الكوره في التلت وافقد فقدان الكوره دي، هتقول لي اسبابها. اسبابها ايه؟ اسباب اللي معاك كوره واللاعب اللي هو بيجري بدون كوره، اللاعب الفاضي او الخالي او اهم لاعب موجود اللي هو ما يكون ما معهوش كوره، ده اهم من اللاعب اللي معاك كوره، لان هو اللي بيتحرك في مكان فاضي بيجبرني ان انا العب له في حته فاضيه، لكن يروح يستخبى ورا واحد وده يتعامل هنا، فاضطر ان انا العب الكوره، تلعب الكوره متاخره، ارجع انا تاني. ويمكن ده السبب اللي خلى منظرنا او خلى منظر النادي الاهلي مش بالصوره اللي هو كان موجود قبل كده. مش موضوع ان التعب والارهاق، لو التعب والارهاق خلي الكوره معاك، يعني هتستريح اكتر وهتدي اكتر، وممكن كنا ممكن يبقى شكلنا احسن من كده. ما نلجاش للكور الطويله، لان الكور الطويله دي هي الاختصار. حضرتك شايف ان الميس باس او الكرات مقطوعه كتيره في وسط الملعب في التلت الاخير، التلت الهجومي، التلت الاخير، بعد ما نكون كل الفرقه اتنقلت وتحررت من ان انت تبقى، ما انا لما بهاجم ما بمسكش حد، انا وانا مهاجم
كل اللعيبه المهاجمين بيتحرروا، كل واحد بيبقى في حته فاضيه. مظبوط. فبالتالي لما تقطع الكره من هنا انت هتدور لك على مدافع تمسكه، تضطر ترجع جري طبق اللياقه البدنيه اكتر. تمام. كابتن شريف برضه عايز اعرف رايك في مباراه نادي الاهلي ضد حرس الحدود وفوز النادي الاهلي ب 1-0، ولكن الكل يعني زعلان من اداء النادي الاهلي شويه. طبعا مقارنه بالمباريات اللي كانت قبل كده كان في عمق وبريس على القسم قبل كده وسرعه في الاداء وتقارب للخطوط. بعد الكابتن فتحي اتفضل وقالوا انا هكمل بقى، طبعا كل اللي قاله ده مظبوط، اللي هو الكور الطويله الميز باس اللي بتخلي حتى تقارب الخطوط ما بيلحقش. يعني الكره لما تبقى رايحه اسلام ناحيه ال 18 ناحيه الثانيه بيحصل تكوين من ناصر ماهر مع جيرالدو اللي هو كان فاتح الخط بعيد قوي ناحيه اليمين، ما كانش بيعمل زي حسين الشحات لما كان بيلعب في نفس المنطقه، وابص ليه بيقطع لما الكره بتبقى ناحيه الشمال، بتدي فرصه اول رمضان صبحي يعملها له، عملها مره لحسين الشحات في اول مباراه لعبوا معاهم، جاب جول في اول 7-8 دقائق. يعني حسينا ان في تحركات، كل التحركات كمان في المباراه خلت هذا الشكل موجود، عدم الانسجام، عدم الدعم المحطه الهجوميه بتاعتنا اجاييه الحقيقه اللي هو بيتصرف الكوره بذكائه وبسرعه، بس بيبقى محتاج ناس برضو داخله. انا ليا كان راي واحد بس، ان دخول عناصر لسه خارجه من اصابات وحملها مسؤوليه بدايه المباراه من الاول زي باسم علي وحسام عاشور ورمضان صبحي، الثلاثه دول راجعين اصلا اللي من ارهاق واللي من شد وكده، ما احس ان انت عندك حسين شحات كان رجله في الملعب. بس رد عليك في الموضوع ده يقول لك مثلا ما هو حمدي فتحي ما هو لسه راجع من الاصابه ولعب، ورد عليك انا اقول لك حمدي فتحي وحسام عاشور متشابهين، يعني الاثنين مش زي عمرو سوليه وحسام عاشور، عمرو سوليه وحمدي فتحي في ناقل للحركه، في داعم لخط الهجوم بتاعك كما عودتونا في اخر 3 مباريات الحقيقه، وخاصه المباراه الافريقيه اللي احنا عملنا شوط ولا اجمل ولا اروع، وكانت سيمفونيه لتقارب اللاعبين كلهم والوان تو ومفيش ميز باص وشايفين بعضه بيتحركوا لبعض، وفي روح كبيره قوي في السرعات حتى والوثوق، وان بتخلي علي معلول واثق تماما انه لما هيطلع في ناحيه الشمال بيلعب الوان تو عارف انه هياخدها تاني، في ثقه في الاداء. عناصر جديده دخلت عليا في هذه المباراه الحقيقه، وعناصر غير سليمه برضه. ليه؟ لان رمضان صبحي ده لو سليم يا كابتن فتحي يا كابتن اسامه يا كابتن اسلام هتلاقي الاسبرنت ده طياره، هتلاقي تصرفه سريع، كان في بطء في التفكير شويه، كان في من جيرالدو حته اثبات الوجود، بيبقى في قرار برضه سليمه قوي، بيبقى عايز يرقص ويعدي وبتاع، مفيش التدعيم اللي هو انا بشوفه من نص الملعب جاي بيديني فرصه ان انا لو عملت عرضيه تقابل اي حد، انما كانت لعبت له هي واحده عرضيه من معلول على ما اعتقد خدها بشماله في الجول دي اللي هي كانت ممكن تعمل لي انا دي في اول 5 دقايق. لو هي قابلت بقى 1 و2 و3 قبل ما تروح لهو ده من هناك لهنا مفيش واحد يا اسلام غيره هو اللي جاي ناحيه اليمين، فكان التدعيم الهجومي او تقارب الخطوط شويه مع دخول اللاعبين اللي هم عايزين يثبتوا مكانتهم ولسه هم في اصابات وخارجين برضو، الحاله النفسيه والمعنويه على اللاعب لما بيبقى موجود من اول المباراه والجول بيتاخر اللي بتتكلم عنها هي. والجول بيتاخر كمان يا اسلام ده اللي كانت قبل دي هي دي هي بص عايزه تعدي بص 4 ابيض وهو الاحمر الاولاني واقف لسه الناس ما لحقتش تخش ده الاول كان بيحصل ايه؟ كان بيلاقي جاي على الاقل عمرو سوليه من ورا يعمل نفسه انه هيعملها لجيرالدو يروح عاملها لورا تلاقي وان باص على طول شوطه جايه من الراجل اللي عامل زياده عدديه من ورا جايب جول. بص بص الفراغ الابيض ازاي اللي انا بكلمك الدنيا فاضيه شايف الدنيا فين؟ فين وفين؟ صح فين وفين؟ عندك 6 ابيض و2 احمر ايوه ده اللي ما كانش موجود في الماتشات اللي قبلها. هو من حق المدرب طبعا انه يدور على انه عنده ماتشات كتير قوي، يدور انه يدخل اللعيبه كلها في الفورمه، يدخل اللعيبه يبقى ينقي زي ما هو عايز كلها، انما القوام الاساسي دايما بيدي لك ارتياحيه في الملعب للاعبين مع بعض. النهارده انا في غربه كابتن شريف. عارف انت انت فاهم قصدي ايه؟ انا فاهم قصدي انت بتلعب وتلاقي غربه بقت جنبك. لكن انا عايز اقول لك حاجه في الموضوع ده ان انا عندي 3 ايام اللعيبه في تنزانيا النهارده عندها ماتش بعد بكره يوم الثلاث، هتلعب الثلاث وبعدين تخلص ترجع تلعب بعد السبت، انت متخيل؟ انا معاك انا سايبك تكمل ان انا كمدير فني مش انا يعني انا اقصد مارتن لاسارتي وهو بيفكر هيفكر ايه غير ان هو يشيل اسلام ويحط شريف ويشيل شريف ويحط اسامه ويشيل اسامه ويحط تدوير. لا انا عايزه يشيل شريف ويحط نيدفيد اللي رجله في الملعب لسه ادام محمد هاني ما جاش، فهمت انا قصدي ايه؟ يشيل ما هو نيدفيد ما هو مش عايز يحرقه يشيل برضه. نص ملعب ما هو نيدفيد اصل نيدفيد ده جوكر عندك ده بيلعب ناحيه اليمين وبيلعب في النص وسرعات ايه؟ سرعات تعويضيه. ايه رايك يا كابتن اسامه؟
وسرعات تعويضيه. ايه رايك في الكلام بتاعك وده عندي على الدكه؟ بص انا في فتره مهمه انك تاخد فيها الثلاثه بونت. اول هدف ليك كنت نازل المباراه دور على الثلاث نقاط، بعد كده ياتي الاداء. دور زي ما الاداء جه مع الثلاث نقاط شيء كويس. لكن النهارده يعني مع الامور الفنيه اللي الكابتن اتكلم فيها الكابتن فتحي والكابتن شريف، عندك النهارده الضغط المباريات، عندك ارهاق بدني وعندك ارهاق ذهني. ارهاق البدني كل 48 ساعه بتلعب مباراه سبت ثلاث جمعه. احنا واحنا قاعدين في الاستوديو هنا من القعده جالنا شد. تخيل الناس بقى من شد اعصابنا. لا شد اللي جاله خلفيه واللي جاله ضبع. انت بتروح كمان ايه ده؟ هو خلي بالك بيروح راح لعب في برج العرب وبعدين التجمع وبعدين السلام سفر كله وبعدين تنزانيا وارضيات مختلفه. لا ارضيات مختلفه وارضيات ده ارهاق بدني. عندك الارهاق الذهني كمان، كل لاعب وهو نازل المباراه حاطط في دماغه الثلاثة بونت والمكسب، فده كمان ضغط زيادة على اللاعبين. ما عندكش رفاهية ان انت ممكن طبعًا تتعادل في ماتش يعني. فانت النهارده الجدول محطوط. أول نقطة اتكلم فيها الكابتن طارق العشري، قال لك أنا هلعب على نقطة إن الأهلي مجهد، إن الأهلي ضغط المباريات، النهارده لو بصيت على فريق حرس الحدود، أول مباراة لعبها هتلاقي ممكن من 15 يوم كانت أمام الجونة على ما أعتقد، عنده وقت كافي لو في اصابات كانت رجعت واللعيبه ريحت. تحيه فريق حرس الحدود يا لا وكابتن طارق عاشر من المدربين المحترمين اللي بيجيد كمان في المباريات الكبيره، وعمل صراحه يعني هو يعني حاجه كويسه، شغل كويس من حرس الحدود برغم ان كان يعني في مركز متاخر في الجدول، لا عامل معاهم شغل واضح. وهو لعب على النقطه دي، قال لك انا النهارده النادي الاهلي ضغط المباريات هيبقى عنده اجهاد كبير، فهو استغل النقطه دي. لكن انا كابتن اسلام عايزين يعني اخدك لنقطه، وكابتن فتحي يعني استاذنا الكبير في النقطه دي. النهارده انت عندك كاس امم في مصر 21/6 مظبوط ماشي في شهر 6. ايه السبب الرئيسي لنجاح كاس امم في مصر؟ جمهور الاهلي. لا مش الجماهير. السبب الرئيسي علشان بطوله كاس الامم تنجح في مصر زي 2006 هو وصول منتخب مصر للمباراه النهائيه. وصول منتخب مصر للمباراه النهائيه، لا قدر الله لو المنتخب خرج من الادوار الاولى، يعني مع احترامي بقى احنا بندور على ملاعب، بندور على جماهير، بندور على فنادق، البطوله مش هتحقق النجاح زي 2006 اللي احنا بنقول منتخب مصر وصل المباراه النهائيه. ما احنا كنا في 2006 كانت البطوله في يناير، كان ارضيه الملعب في استاد القاهره ما كانتش في احسن حالتها، ومصر وصلت المباراه النهائيه ونجحت البطوله والحمد لله ربنا كرم. هل بالجدول اللي احنا بنشوفه النهارده ده لعيبه النادي الاهلي اللي هي دايما القوام الرئيسي في منتخب مصر، شفنا كابتن حسن شحاته هو مدرب زملكاوي في 2006 و2008 و2010 استعان بلعيبه النادي الاهلي بعدد اكبر عشان كده وصل النهائي. شفنا كوبر في منتخب مصر وكاس عالم كان عنده العدد الاكبر من النادي الاهلي. هل النهارده لعيبه النادي الاهلي بالجدول اللي احنا بنشوفه ده تضمن انك انت تبقى عندك لعيبه من النادي الاهلي في بطوله كاس امم افريقيا وتؤدي لنجاح البطوله؟ يعني انا بكلمك بالارقام النهارده. النهارده ده لو احنا بصينا على الجدول يا كابتن فتحي كل 48 ساعه مباراه ده انتحار كروي. ان شاء الله عفوا ان شاء الله بعد يوم 28 فبراير هتبقى في مباريات كتير برضه، ولكن بدل ما هيبقى كل يومين ماتش هيبقى كل 3 ايام يعني 70 ساعة. لا في ماتشات هتبقى كل 4 ايام بس هتبقى فيها ايه ان انت تاخد نفسك. خلي بالك دي امور فنيه يا كابتن اسلام، زي ما احنا بنهتم دلوقتي وفي ملاعب هتبدا تتقفل عشان صيانه الملاعب والارضيات، وهيبقى في دعم للجماهير وتذاكر الالكترونيه وحاجات كلها، لازم نقدر نبص على الجدول. ما انت النهارده السلاح بتاعك اللي انت تشتغل فيه في كاس الامم هي اللعيبه دي، هي لعيبه النادي الاهلي. هل لعيبه النادي الاهلي بكل 3 ايام وكل 8 ساعه مباراه هلاقي لعيبه تقدر تشيل في منتخب مصر؟ لا مش هلاقي. ايه رايك يا كابتن فتحي في الكلام؟ هي تكمله لكلام الكابتن اسلام، طبعا فقدان اللياقه البدنيه بيفقدك اللياقه الذهنيه. نعم. يعني اول ما تفقد لياقتك البدنيه بتفقد لياقتك الذهنيه عن النفسيه. او لياقتك الذهنيه ان المخ الجهاز العصبي بيتعب. تمام. بيستهلك. استهلاكه من ايه؟ لان الجهاز العصبي هو اللي بيخلي العضلات تشتغل وانك تتحرك وان النواحي الخططيه تنفذها والنواحي الواجبات بتاعتك تنفذها والمهارات تقضي بيها، كل ده من خلال الجهاز العصبي. الجهاز العصبي يستهلك من خلال اللياقه البدنيه اللي احنا اللي اسامه بيقول عليها، ان لابد ان يعني ايه نحافظ على هؤلاء اللاعبين. بس احتمال هو قدامه اسبوعين او ثلاث اسابيع هياخدهم قبل البطوله، هم دول اللي يبقى فيهم الراحه شويه، يقدر هينزل بيهم شويه. انا بس عايز ارجع لنقطه كابتن شريف كان بيتكلم فيها في حته اللعيبه اللي هو يبدا بيها، لما بدا بحسام عاشور وبدا باسم بحمدي فتحي لا كمان نص الملعب وباسم علي ما بداش بناس جداد
جايين من اصابات في خط الظهر، لان اجباري لازم يشاركوا. ما هيلاعب مين؟ لا مش قصدي، مش قصدي يعني قصدي ايه، هي قاعده ليه؟ لان انت مثلا لما تكون مهاجم، المهاجم انت ممكن ما تلمسش المدافع اللي قدامك، انك بتلعب من بعيد بتاخدها وبترقصه وبتتحرك بدون كوره، يعني حريه الاشتراكات دي بتبقى قليله قوي طول ما انت لاعب ذكي. اما المدافع اجباري لازم تشارك، ما تقدرش تقول لا انا مش هشترك مع المهاجم اللي جاي لي، او ان انا هلعب له من بعيد، غصب عنك لازم هتشارك، لان انت شغلتك استخلاص الكره من الخصم، مش ان الكره اصلا معاك. اما المهاجم فهو الكره معاه هيلعبها ويجري فاضي. فالاثنين وبيلعبوا في خط الظهر برضو، يعني انا مع كابتن شريفيه كان ممكن واحد، لكن الفرقه ما تتحملش اثنين مره واحده في دور دفاعي. لا هو كان في خط الدفاع واحد اللي هو باسم. لا لا ما هو حسام نفس القصه. لا حسام يعني بيلعب خط النص اكتر. لا لا اقرب لخط النص، اقرب للناحيه الدفاعيه استخلاص الكره من الخصم. والله انا قصدي كمان يا كابتن على اللعيبه نفسها، يعني انا بحب يعني باسم علي ده، باسم علي بيقولوا عليه الفراشه، يعني ناحيه الراجل ما شافوش قبل كده او ما يعرفوش، يسمع عنه يمكن يجيبوا له فيديوهات اسلام. انا كمان خايف على اللاعب نفسه، انا محتاج اللاعب زي ما انتم بتقولوا عمليه التدوير دي، عايز ازاي ادخله وازاي خد بالك هي مدارس يا كابتن شريف. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا من مدرسه مش عايز اضحي انا، يعني اكس من مدرسه ان هو يلعب باسم علي في الماتش اللي زي ده، بالعكس هو شايف ان هو ماتش يعني يمكن اقل من وجهه نظر اي حد ما هو بيفكر في مباراه الاهلي وحرس الحدود، هيلاقي ان الاهلي اعلى من حرس الحدود وان حرس الحدود اقل من فرق اخرى. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، يمكن الحرس ظهر بشكل مخالف اكثر تنظيما يعني، واكثر تنظيما وافضل بكثير من الحقيقه حاجه، لكن لكن لما تيجي قبل المباراه وانت بتفكر هتفكر كده. بس فبالتالي ان انت لما ادي فرصه لباسم علي لو خلي بالك يا كابتن اسلام وانت بتكمل، انت النهارده لو مسكت بالارقام يا كابتن شريف هتلاقي عمرو السوليه اكتر واحد لعب الفتره اللي فاتت، فلازم لازم ياخد وقت الراحه بتاعه، والراحه مش هيبقى ماتشين ثلاثه، ده هي مباراه او حسب لو انت كسبان زي ما شفنا في ده هو مباراه وسافر ثاني يوم يعني اقول لكم على حاجه، كريم ندفت برده نفس الكلام بقى له فتره برده فتره طويله انا هقول لك على حاجه بيلعب اساسي. اتفضل. احنا اللي بنخلي الفرقه اللي قدامنا تبقى كويسه او يبقى لها وجود او ما بلاش وجود، ده صح، بس احنا بنطمع بالشكل اللي انت عملته لي يا كابتن اسلام الثلاث مباريات ورا بعض القوية جدا، وبيقع منك كنا اخر 10 دقائق عشان حصل تغييرات في العمق الهجومي وغيرنا عمرو سوليه، فبيحصل اختلال شويه في الملعب، فبتلاقي الفرقه الثانيه بتتجرأ عليك وبتروح الناحيه الثانيه، يمكن في توفيق وعدم توفيق بالنسبه لك زي كره صلاح محسن لو كانت دخلت كانت بقت قصه ثانيه. ده ماتش انبي، ده ماتش انبي، ما احنا بنتكلم على اخر 10 دقائق انبي وتابعه حرس الحدود. صح. دخلنا بقى على حرس الحدود وشفنا الاكثر تنظيما منين؟ ان احنا اللي مش اكثر تنظيما، ان احنا مش العاده بتاعتنا موجوده البريس القوي عليهم اللي هي الاول 20 دقيقه. لا هو الحرس خلاك تلعب بطريقته اللي هو بعد ما لقاك انت بعد ما لقاك انت انيابك غايبه شويه، يعني الشكل الدفاعي انت مفاجئ بناس كمان بالنسبه له وطارق العاشر، انا لو ايه ده الاهلي النهارده نازل لي بفرقه ثانيه، رمضان الشمال وجيرالدو الناحيه اليمين، يعني ممكن يبرجلني، يعني لو توفقوا الناس دي فعلا يبقى احنا نجحنا. انما برضو واحد جاي عنده ارهاق في العضله من ورا، والتاني لسه بالنسبه له عايز سبورت جنبه على طول، واجايه بقى اللي بقى بيشغل كل يوم يا عيني وهو اللي ركبته يعني مش اصابه قويه جدا كمان. يعني الراجل حط ركبه فوق الركبه وهو بيلعب، يعني اللي بيعمله ده مجهود فوق طاقه هذه الاصابه. كابتن شريف احنا 18 نادي دلوقتي بين فيهم نادي الاهلي، نعم، محدش يقول ان ال 18 نادي فيهم نادي نص نص او ربع ربع، مظبوط، استحاله. حتى النجوم النهارده في مباراته امام الزمالك ظهر بشكل جيد جدا، خسر كام؟ واحد. النجوم واحد ومدافع، يعني الكره ضربت في المدافع المهاجم بقت جول خلاص، لو هي ما ضربتش المدافع خلاص مكان ما او المدافع انت تطفشها في الكورنر يعني وخلاص. يعني اذا مش عاوزين نقول ما فيش كوره في مصر بصراحه، ما فيش كوره في مصر طبعا، ما فيش كوره احترافيه صح، لان المنظومه الاحترافيه غير موجوده. بس انا دايما يا كابتن معلش انا عندما كنت يعني والله زمان حتى قبل ما اجي هنا لما كنت اسال اقول يعني يا جماعه احنا ما فيش كوره في مصر هنا باستثناء النادي الاهلي، النادي الاهلي في حته وبقيه الانديه في حته ثانيه، ليه؟ التنظيم مختلف، القرارات اللي بتتاخد دايما بتبقى مختلفه، اللعيبه اللي بتيجي نادي الاهلي بتبقى مختلفه، زي ما اسامه قال ان كل اللعيبه اللي بتلعب في نادي الاهلي هي اساس منتخب مصر. بس جات لك انت عوامل جديده ما كانتش موجوده في الوقت اللي حضرتك كنت بتتفرج عليها. حته الضغط وكل ثلاث ايام ماتشات وكل يومين
مش 3 ايام ده. كان في وقت بنلعب كده في وقت كده بس مش بالضغط ده مش على طول بس بص يا كابتن كان بتحصل بس ما بتحصلش فتره طويله ما تقعد لك شهرين ثلاثه تلعب بالطريقه دي استحاله. لا بس هو خلي بالك هو الثمان ماتشات دول هيتلعبوا في شهر اللي هو في 28 يوم اللي هو من يوم انت قبل كده أربعة من يوم أربعة اول ماتش كان 2 انا اسف من يوم 2 ليوم 28 26 يوم بس هتدخل في شهر 3 الراحه بدل 48 ساعه هتبقى 72 ساعه برضو تنافس بس احسن من اي حاجه احسن من بلاش. لا لا اصل 72 ساعه اقصاها 7 ماتشات. هتقول لي جبتها ازاي؟ كنت من كاس العالم. كاس العالم لما بيلعبوا الفرقه اللي بتوصل نهائي من اول ما بتبدا لمده شهر تلعب 7 ماتشات اول افتتاح. لا ده هي كده صح ثلاثة اول افتتاح صح يلعب 7 ماتشات اللي بالفرقتين اللي بيلعبوا نهائي اللي على الاول والثاني. اذا اللي هو الشكل العملي للموضوع 7 ماتشات بس ما تتكررش كتير بقى. مفيش كاس عالم تاني بعديها. لا كاس عالم تبقى شهر مره حاجه مضغوطه وخلاص يعني ما تتكرليش بعدها. وبعدين انت كنت عامل اعداد قبلها قد ايه؟ يعني قبل الشهر ده بكون انت عامل لك شهر تاني. هو النادي الاهلي السنه دي الحقيقه فانت مش ممكن ده يعني اللي بيحصل ده. فالوقت اللي كنت بتقول النادي الاهلي فيه كويس لان النادي الاهلي ما كانش فيه عوامل بتؤثر على ادائه اللي هي الناحيه البدنيه اللي هي بتاثر على الناحيه العصبيه بتاثر على الناحيه النفسيه صح. اللي هي الاصابات اللي هي الضغوطات اللي هي السفريات اللي هي تغيير الملاعب. هل تغيير الملاعب ليه مهم جدا؟ هل ان انا لما اسافر كنت مسافر اسكندريه مرتين مره عشان تلعب اتحاد اسكندريه ومره بتلعب الاولمبي مش في سموحه ومرتين ايه يعني مرتين في خلال السنه بتوع اسكندريه مرتين فيش ما كانش فيه كونفدراليه وما كانش فيه سوبر ما كانش فيه الكلام ده كل الكلام ده كل كنا بنلعب على استاد القاهره على طول ما بنلعبش في حته ثانيه في ملعبنا هنا استاد القاهره يعني ارضيه احنا عارفينها ارضيه خلاص حفظت الملعب حفظت مساحاته. لكن انت النهارده بتلعب ملعب صغير وبعد كده هتلعب ملعب كبير كل بيتغير من اسلوب. دي عوامل ضد المدرب ضد مدرب النادي الاهلي ان يلاقي ملعب كبير وبعدين يلاقي مره ثانيه ملعب صغير. يعني بتروح برج العرب تلاقي ملعب كبير طب كويس يبقى هنتحرك فيه صح وهننفذ فيه خططيا صح. اجي جاي تاني على بيتر سبورت الاقي الملعب بقى صغر يا سلام لو انت جيت بقى وقلت ايه انا هلعب الدوري واكمله من غير الدوليين فانت هتيجي لا هطلع عليك هتلعب كل واحد معاه بونت زياده خدت بالك يقول لك ازاي يعني دي فرصه ممكن ان انا كمان فرصة اكمل دوري واكمل كاس فاكر في 20 سنه لعبناها من غير الدوليين فرصه للفرق اللي بتلعب النادي الاهلي للملاعب الصغيره. ليه المدافعين بيكونوا قريبين من بعض المساحات لو قسمنا العرض الملعب الملاعب دي تخصص كابتن شريف ليه الملاعب الصغيره هو دايما تخصص الشباط اذا التكتلات تكتر اذا هتضطر تغير في الاسلوب الخططي بتاعك ممكن طريقتك هي لكن الخطه هي الخطه ان انت لما تكون معاك الكوره واجبات كل لاعب ايه في ملعب مفتوح واجبات كل لاعب ايه في ملعب صغير تفرق دي عن دي الحاجات دي كلها محدش بيلاحظها. انا ليه قلت الكره مفيش كره في مصر لان اللي يدير الكره في مصر هو وكره مصر دلوقتي الملايين بقت موجوده في الملعب الملايين دي لازم يديرها ناس محترفين. فهل في مصر اللي بيديرها ناس محترفين؟ لا بس يعني تقصد بيها حضرتك يا فندم محترفين او هواة؟ يعني دلوقتي الهواة بيديروا محترفين. المحترفين مين؟ هم اللاعبين. هم هو ليه؟ ما انا عايز اعرف هم هو ليه؟ هل عشان ما بيقبضش مثلا فيعتبر هاوي؟ هاوي بيشتغل في حته ثانيه وبيشتغل بيضيع وقته. لا ده في احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد بيبقى قاعد في الاتحاد من 9 الصبح ل 9 بالليل. انا ما بتكلمش انا بتكلم على انا بتكلم حضرتك انا بتكلم ولا احنا بنتكلم انا بتكلم هنا برضو احنا بنتكلم مع بعض بنكمل بعض احنا بنقول حاجه واحده هو تدير محترفين. هتقول لي محترفين ليه؟ الملايين اللي بتدفع في اللعيبه دي كلها الطفره العاليه جدا. يعني حضرتك بتطالب بايه بقى في اتحاد كره القدم؟ ان هو يبقى محترف؟ لازم يبقى في احتراف، لازم تبقى في مثلا الرابطه، والرابطه دي بتاخد راتب، بتاخد فلوس. ايوه هو ده اللي انا عايز اوصل له يعني. يعني انت لو كان في رابطه والرابطه بتاخد فلوس وتقدر انها تشتغل وتبقى زي العالم الكل زي كل اما احنا دلوقتي العنصر الوحيد في كره القدم اللاعب هو المحترف العنصر. هل الحكام محترفين مش محترفين؟ هل ال كان في حكم بيقول لك بيشتغل في اكاديميه الاهلي؟ لا ما اكاديميه اسم الاهلي دي كل واحد ما هو في محلات اسمها محلات الاهلي لو بيشتغل في الاهلي كمان هيقول لك ايه ولا الكل يسعى لاداره الفتنه هيقول لك لا في يعني اي حاجه اي كلام اي تطبيق كل واحد بيحاول يستغل الاسم النادي الاهلي في حاجه يعني يقول لك الاهلي
فالاهلي بيستغله في مطاعم، بيستغله مش عارف ايه. كابتن فتحي، بما انك من المنظومه اللي انت بتتكلم عليها الهواه دي، وانت اساس اتحاد الكوره والعيله كلها اتحاد الكوره، وانت من الناس اللي هي بتشرفنا بالتخطيط للبلاد الاخرى طبعا. وانت قعدت فتره كبيره قوي، انا عايز اسالك سؤال. حته الاصابات بتاعتنا اللي احنا بتجيلنا دي، وانتوا عندكم الامكانيات دي كلها، عمركم ما فكرتوا تطلعوا كام دكتور بتاع علاج طبيعي يروح المانيا يدرس وايطاليا الركب والحاجات دي ويرجع؟ ده دراسه اللي هي في الشهرين اللي احنا بنقعدهم ما بنلعبش فيهم كوره في كل موسم، سيبك من التلاحميه اللي هي موجوده، لا. ما فيش فكر في اتحاد الكوره خالص لعلاج الاصابات، كله اجتهادي. يا اما اروح للدكتور احمد عبد العزيز اقول له تعالى مستشار عندي، يا اما اروح للدكتور الشرقاوي الله يرحمه، يا اما اروح. ما فيش احنا حته احترافيه شويه. سيبك من الملاعب بقى، وسيبك من الادوات اللي احنا بنلعب عليها بالملايين اللي بتجري فيها دي. انا قال لك ملايين بتجري على الارض. لا لا، قبل ما يكمل، تعالى الدكتور احمد عبد العزيز، ما معنى ان يكون الدكتور احمد عبد العزيز مستشار في اللجنه الطبيه او الهيئه الطبيه اللي عملها رئيس اللي عملها كابتن او مجلس اداره النادي الاهلي؟ عارف ده معنى ايه؟ والله العظيم انا مش بهزر، انا الراجل ده اصلا بحبه جدا الدكتور احمد عبد العزيز، كلنا بنعتز بيه، ولكن خبرة كبيره. نعم، خبره كبيره، خبرة خبرة كبيرة جدا. بيعمل 500 ركبه في اليوم. حضرتك عشان تروح تاخد ميعاد مع الدكتور احمد عبد العزيز يا عم، شوف التيم اللي بيمشي وراه ويتعلموا منه. يا كابتن معلش، خليك معايا. انا دلوقتي لو حضرتك، بسال حضرتك سؤال، لو حضرتك عايز تاخد ميعاد من الدكتور احمد عبد العزيز وهو مش محتاج اعلان ولا محتاج ولا معرفه، لازم يكون لك معرفه. ولو لك معرفه بتاخده بعد قد ايه؟ اسبوع. لا لا، لو ليك معرفه. لا ده انت كده شهر، انت ده انت جامد. لا انت، لا انت معرفتك جامده. لا انا ارفع عشان تليفون عليهم ما يقوليش ابعت الولاد بكره. لا 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 طبعا، بس انا بتكلم. لا لا، في حالات طبيعي، في حالات تبقى مستعصيه وهو عارف ان دي حالات، اللي انا عايز اوصله حالات رياضيه. في حالات بقى اللي هي واحد ما بيلعبش كوره ممكن يستناها 10 ايام. كابتن انا قصدي اقول لك ان هذا الرجل من العلماء في الطب، انا عارف، وفي الركب الفاضلين جدا. انا بالنسبه لي، خلي بالك، انا لما كنت لما جالي حاجه في ركبتي وقالوا لي تطلع بره وتعمل تطم، لا انا هروح لاحمد عبد العزيز، دكتور احمد عبد العزيز. انا عن نفسي، انا الراجل ده عارف قد ايه هو بيعمل شغل كويس جدا وقد ايه بيعمل. فكون ان هو يبقى موجود على رئاسه الهيئه الطبيه اللي محطوطه. انا هقول لك، انت عارف انه ما بيشيلش الغضروف كله وعامل جراحه لنفسه. انا بس ده اللي عايز اوصله عشان اللاعب يقدر يكمل. يا كابتن الباتيلا هو باين لك الاداره، شوف مجلس الاداره النهارده لما حد يغير او يعيد صياغه المنظومه الطبيه استعان بناس متخصصين، ناس اكفاء لهم خبرات كبيره. برضو نفس الكلام في صاله الجمباز، وقت ما حبوا يجيبوا معدات استعانوا برئيس الاتحاد والناس المتخصصه في الامر ده. لما حبوا يحطوا لائحه استعانوا بمستشارين عشان وقانونيين عشان يحطوا اللائحه، وعملوا يعني استشاروا بعض الاراء. فالنهارده لما بتشوف مجلس اداره بيشتغل، مش مجلس اداره يعني فهلاوي بيفهم في كل حاجه، فهم الناس بتشتغل من نفسهم، لا كل انت حاجه. بابا وانت ماما وانت كل حاجه، بس عشان انا الحته دي عشان افهم رسمي بطلع اتكلم. انا بتاع انشاءات انا بطلع اتكلم، انا بتاع جمباز بطلع اتكلم. سيبك من كل ده. انت عارف ان ممكن اعمل بيسين، انا اللي اقف عليه واعمله بتاع كله يا ابن البيسين بتاع كله. كله فالنهارده في تخصص. انا بس عشان ما بقيمش حد، انا بقول ليه احنا ما نبقاش زي الناس دي ونعمل لنفسنا احنا التكافل الطبي ده، واودي الناس تاخد دراسات واجي اتكلم على الدكاتره اللي موجوده عندي في الاتحاد بتاعت اللعيبه اللي هي بتروح لها. ده احنا كنا بنتعالج عند الدكتور سيد مصطفى الله يرحمه، كلنا مصر كلها كانت بتروح عند الدكتور سيد مصطفى كلنا. ما اعرفش انت حضرته ولا لا. لا انا انا دكتور احمد المقاولين العرب. في المقاولين العرب كان الدكتور سيد مصطفى ده بيعالجنا كلنا بعد الماتش اهلي وزمالك، وكلنا بنتلم عنده. احنا لحد النهارده ما فيش حد بيروح بايرن ميونخ او يروح في ايطاليا اللي هو باريزي في كاس العالم. ايوه اتعور في اول ماتش يا اسلام النهائي، راح عمل عمليه في ركبته في ايطاليا، رجع لعب النهائي في امريكا وضيع ضربه الجزاء يعني الناس دي احنا لما بنشوف الحوادث دي وبنشوف الشواهد دي ما عندناش احساس ان احنا نعمل اي حاجه فيها احترافيه. زي ما انتوا بتقولوا ملايين بتجري على الارض، لا ارض يتلعب عليها ولا اصلا في ناس وهواة زي ما حضرتك بتقول هم اللي بيشتغلوا وبيدوروا المنظومه وباجتهاديات وبمعارف وبعلاقات وبكل حاجه. انما عايزين زي ما انتم بتقولوا برضو الشكل الاحترافي ده اللي يجوز النادي الاهلي هو اللي من حيث يبتدي النادي الاهلي لابد ان ينتهي الجميع. يعني برضو بيحاول وبيتحسس ان هو يعمل كل حاجه مظبوطه. عايزين البلد كمان هي اللي تعمل لنا كل حاجه مظبوطه. النادي الاهلي هيصطدم بايه؟ في جداول مش هقدر اغير فيها. في جدول جاي
رسمي بيقول لك العب كده، هو ده اللي بيعمل اصابات. مش الاصابات، انت بتفكر لما بعد الاصابه، انا بفكر ما قبل الاصابه. يعني وليه يحصل لك اصابه؟ ليه هذا الكم من الاصابات سواء في النادي الاهلي او في مصر؟ عشان احنا ما عندناش احترافيه بصراحه. بس يعني بس. يعني احنا عاملين احترافيه وهميه. يعني لا احترافيه، الاحتراف العناصر الاحتراف، اللاعب لازم يكون محترف، المدرب يكون محترف، الحكم يكون محترف، الطبيب يكون محترف. حكم ايه يا كابتن؟ ده الحكم بيبقى بيشتغل الصبح في لسه هقول لك البترول وينزل رد عليك اهو يكون ماتش الاداري يكون محترف. ده اللعيب بيشوف له شغلانه ثانيه. اللي بيقول لك يا كابتن بيلعب بيشتغل في حضرتك قلت اول كلمه اللاعب، اللاعب بيبقى لاعب كوره وبيشتغل في شغلانه ثانيه. وحلو الكلام ده، لكن خلينا برضو ناخد فاصل كده. احنا دايما بنعمل حاجه اسمها افريقي بروح الفانيلا الحمراء، يعني دايما عشان يبقى ما ننساش الافارقه الحقيقه اللي بروح الفانيلا الحمراء اللي كانوا متواجدين معانا واللي ما زالوا متواجدين معانا. فالنهارده عندنا ايفونا واحد من اهم وافضل اللاعبين، وعنده ذكرى رائعه. يعني لعيبه خبطت في بعض وهو راح يجيب جول مره، انا مش فاكر كان ماتش ايه، هو اتشعلقوا فيه اتشعلقوا ولا خبطوا؟ لا خدوا معركته كده. لا ده ماتش الزمالك. الزمالك من نص الملعب. طيب هنطلع نشوف برضو تقرير عن ايفونا افريقي بروح الفانيلا الحمراء، وهنرجع بقى نتكلم عن، بمناسبه بقى ان احنا هنتكلم عن الزمالك والكلام ده كله، هنطلع نشوف ايفونا. بس مش عارف هتجيبوا له الاهداف اللي هو جابها، هو احنا عايزين نشوف هدف واحد الحقيقه. طيب هنطلع نشوف ايفونا وافريقي بروح الفانيلا الحمراء، وهنرجع نتكلم عن مباراه نادي الزمالك ونادي النجوم والرؤيه التحليليه لهذه المباراه، وبعد كده برضه هنتكلم عن اهم استعدادات النادي الاهلي او كيف يستعد النادي الاهلي لمباراته القادمه امام سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء الساعه 3 ظهرا. نطلع نشوف ايفونا ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. اظن سمير مظبطك، جاب لك الاجوان وجاب لك اللي انت عايزه، كل الاجوان اللي جابها. لا في جون ما جابوش. لا جاب كله، بس انت اللي مش علاقه فيه. ما خدتش بالك انت كنت واخدني في حديث. انا كنت واخدك في حديث تاني. طيب. بس انا مش ناسيه على فكره. ده ما حدش ناسيه، وفي حد ينسى الحاجات دي؟ الجعبه. ما حدش بينسى الحاجات دي. طيب هو كان بيعملها زمان. والله؟ طبعا. وكان كابتن شريف لعيب جامد. لا 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 في الحاجات دي ايه؟ يعني ما يتوصاش. يعني من ناحيه الشمال كده تبص تلاقي الباك في ظهره بتاع مثلا 10 خطوات وهم رايحين فيس تو فيس كده، ابص الاقي شريف هناك عدى. والله الا الواد الباك بتاع كوت ديفوار اللي انا لعبت فيه منتخب ناشئين ده. ده اداني علقه. ده اول مره اشوف باك بيمزق. بس بقول لك يا كابتن رجل الوينج. طب بقى معلش قبل بس ما نخش، ما بيضربوا لانك انت مش عارف، مش قادر يلمك. كله مرح في مرح. احنا عايزين نسال سؤال، هو التمثيل احسن ولا الكوره؟ كوره طبعا. صح، التمثيل ده وهم. وهم الكوره دي حقيقه. يعني ايه بقى؟ سدام. حلو يعني التشبيه ده. التمثيل ده وهم، انت انا بعمل لك وهم وانت بتصدقه، يا تضحك عليه يا شدك يا بتاع اعيد كتير. احنا عندنا في الكوره بتعيد انت ما تلحقش تعيد. تروح للكوره مره تانية بما ان هي الحقيقه. وبتاخد ايه بقى؟ زي المسرح كده. تروح واخده واحده في ساعتها. سلام. تلاقي ودنك. كابتن فتحي النهارده كانت مباراه نادي الزمالك ونادي النجوم كانت مباراه جيده من طرف النجوم، النهارده نادي الزمالك لم يكن جيدا في هذه المباراه. تفتكر هل تاثير الهزيمه الاخيره لنادي الزمالك بربعيه مقابل هدفين في البطوله الافريقيه مأثره بشكل سلبي على الزمالك النهارده والغيابات؟ هي انا زي ما قلت كابتن، الفرق كلها تقريبا قريبه من بعض. نعم. والفرقه اللي بتقدر توفق انها تسجل هدف بدري هي دي اللي بتلاقي الفرقه اللي قدامها تنهار. هم محضرين نفسهم لان فرقه النجوم لها ذكرى، هم كاسبينهم قبل كده، كاسبين الزمالك مظبوط. اذا في ضغوط عصبيه على الزمالك وفي معنويات ودوافع عند النجوم، دوافع عند النجوم انها تكرر ما قدموه قبل كده مع نفس المدرب مع نفس اللعيبه، بالاضافه لمين؟ لعصام الحضري. يعني برضه عصام الحضري بيديهم تقل، بيديهم قوه، بيديهم اطمئنان. نفس القصة لنادي الزمالك، نادي الزمالك الفرقة دي لازم اكسبها. الفرقة دي لازم حطت عليها ضغط بقى. فالضغط ده موجود مع نقص بعض اللاعبين اللي هم بيأثروا على الفرقة، فده يمكن هو اللي أخر الفوز شوية. حتى نشوف الهدف جه ازاي. الهدف مش من أهداف الزمالك دي 74 لا مش في الثلاث أربع ماتشات الأخيرة
اللي الزمالك بيلعبها، بيلعب براحه، بيلعب باستثناء جورماهيا الحقيقه، بيلعب باداء جورماهيا برضه كان متعب شويه. لا ما هو جورماهيا دي هم ما تعاملوش معاها صح. يعني برضو ان انا العب مع افريقيا انا مش بلعب في الدوري المصري طبعا، جورماهيا دي فرقه ثانيه بتلعب بترتيب، وده اثر عليهم بشكل سلبي على الزمالك بشكل سلبي في مباراه اليوم، مليون في الميه مأثر عليهم. فطبعا هو ده يمكن النقله دي هي السبب انها خارط فيهم كده. كابتن شريف، غيابات نادي الزمالك في هذه المباراه كانت طارق حامد، محمود كهربا، حازم امام، حمدي النقاز، ولكن النهارده برضو الزمالك كان عنده مجموعه كبيره من اللاعبين المتواجدين. بص برضو اول هاف تايم الغيابات دي اثرت على شكل الفريق، اثرت طبعا. زي ما انا قلت لك احنا في النادي الاهلي مش الغيابات، التدوير والناس اللي هي مصابه اللي رجع بتلعب اول مره اثرت علينا في ماتش حرس الحدود. فالنهارده برضو كان في عدم انسجام، يعني كان في عدم انسجام النهارده، ولكن هم تداركوا الامر في الشوط الثاني. الحقيقه ما بقتش حاسس غير بفرقه الزمالك هي اللي بتحاول، وكل لاعب حتى ابتدى يروح مع نفسه في حاله الفرديه. يعني انا اول مره اشوف الفيرود بتاعهم اسمه ايه، عمر ده، انا بعرفش، عمر السعيد خد الكوره وراح لافف بيها وكده، حلو قوي. دي اول كوره اشوفها له في الدوري اقتنع بيه فيها، مع اي جاب جوال قبل كده وما اعرفش ايه، انما دي على الصيت اللي هو جاء خده ده كله، الكوره دي اللي تديني عنوانه اللي انا شفت فيه. لعيبه ثانيه كتير قوي حاولت ناحيه الشمال، لعيب بوطيب، حداد، اللي هو يعني ابتديت اشوف اسماء كده ثاني تايم. بس انت فرقه النجوم حب تعمل زي ما كان فتحي بيقول، قاعدين يسرقوهم برضو في نفس ده. في راجل لعب الكوره بليسنج وجنش بره لعبها له من نص الملعب يا كابتن، من على الطرف، وراح جنش حاططها من فوق العارضه بايده وكانت رايحه في الجون الحقيقه. عمل بلاي، عمل رجع له كوره من نص الملعب غريبه الشكل ومش بحساسيه فائقه ان هو يلعب كوره زي دي. هم كان ليهم وجود، بس وجود اللي هو انا ايه، عايز اخطف نقطه من نادي الزمالك، وان الحضري يخرج سليم من هذه المباراه بعودته، ان هو بيرجع عرين نجوم او بيبقى موجود في الدوري العام تاني. الاسطوره بصراحه اللي انا بقول طلع واحده النهارده من خط السته، راجل يحط له بدماغه، نام على الارض وراح مطلعها. ده يعني ما زال في ريحه الورده ايه لسه فيها برضو، انما الضغوط جامده جدا على فرقه النجوم. الزمالك حط السيطره وعمل الكوردون وعمل الزيادات اللي احنا بنتكلم فيها وعمل كل حاجه الحقيقه الشوط الثاني تسمح له ان اي واحده من الفرص اللي جت دي كلها تخش. ويمكن الوحيده اللي اتصرف فيها غلط الباك وما طلعهاش على طول يا كابتن، اتاخدت منه والتاني عمل فولو عليها، مش ما طلعهاش، هي ضربت فيه هو ما خدش، عمل فولو عليها والراجل ده رجعه تاني للملاعب الحقيقه، وحس ان هو ما مغضوب عليه وحس ان هو ما بيلعبش وحس ان هو لازم يلعب، اهو بجون جابه الحقيقه، والجون ده يساوي ثلاث نقاط. ثلاث نقاط يعني زي نادي الاهلي زي ما بيقول اسامه، مهم جدا ان اي فرقه بتلعب في هذا التسابق وهذا الدوري اذا كان من تحت او لفوق لازم ياخدوا ثلاث نقاط. ثلاث نقاط بتفرق معاهم ست سبع مراكز، بتفرق معايا من المركز الثاني للاول، من الاول للثالث، من الثالث للثاني، يعني بقت العمليه عمليات نقاط في اداء الحقيقه من الفرق الكبيره، في اسماء كبيره زي ما قال كان فتحي، فلوس بتجري في الارض طبعا كبيره جدا على ناس، يا عيني انت بتتكلم في 4 مليون وبعدين تلاقي الطفره 38 60 70 مع لعيب بيلعب ومطلوب منه يكسب نادي الزمالك كمان، ويطلع استاذ محمد طويله يقول فرقتي ازاي ما كسبتش النهارده وحرام، واحنا كنا نقدر نكسب واحنا كان شكلنا كويس، انما يعني برضو اذا طلبت العلا ما تنساش ضغوط برضو اللي على الزمالك كابتن اسلام ما تغلط. الضغوط اللي على نادي الزمالك ايه كمان؟ ان النادي الاهلي هيقرب ولا ايه يا كابتن اسلام؟ النادي الاهلي كل ما بيقرب طول عمره كل ما الضغوط تزيد اكتر، فالشكل ما بيلعبوش يعني، طالما انت في ضغط يعني الجهاز العصبي مضغوط يبقى في الاداء بتاعك ما فيهوش الريلاكس، ما فيهوش الاريحيه، ما فيهوش ان انت بتقدر تقدم صح. ليه؟ لان انت مضغوط، مضغوط ان كل ما النادي الاهلي قرب كل ما هتنضغط اكتر، كل ما انت الجهاز العصبي اكتر. يعني دي برضو ضغط النادي الاهلي على طبعا انا قبل كده الماتشات اللي فاتت كان الاهلي بعيد، دلوقتي النادي الاهلي قرب، بقى في حسابات كتير، لكن هو ده لسه بعيد قوي، لكن دلوقتي كل ما قرب فانت لحد ما يبقى تركيزك مشتت. او هو بقى له فتره كابتن فتحي مش موجود في المكان ده، بقى له سنين انه يحافظ على تقدمه واعتلاء دي صعب عليه، وشكل كالتشر كده جديد على نادي الزمالك اذا كان لعيبه او اداره او جماهير، فهم عايزين يحافظوا على هذه المكانه باي شكل. الحاجه الثانيه هيبتدي يديهم العصبيه اللي انت بتتكلم عليها شريف. الحاجه الثانيه اللي احنا برضو
غياب طارق حامد وغياب كهربا. النهارده لما النادي الاهلي بيغيب منه لعيبه كتير وعناصر كتير، يعني في ناس بتحل محلها وبتقدر تشتغل بشكل كويس. النهارده غياب طارق حامد، غياب كهربا، ساسي، ثلاث اهم عناصر لعيبه في الفريق أكيد. لما بيتشالوا من الفريق، النهارده ساسي كان موجود بس شلت طارق حامد وكهربا، الاداء بتاع نادي الزمالك اختل. النهارده الزمالك يعني انا من وجهه نظري الفنيه دي تاني مباراه، اقل مباراه ليه السنه دي في الموسم بعد مباراه جورماهيا بطل كينيا. النهارده مباراه يعني ضعيفه فنيا من نادي الزمالك، ما قدرش يخلق الفرص اللي هو بيخلقها كل مباراه. في وسط الملعب كان في سيطره اكبر لفريق النجوم، طارق حامد مؤثر، كهربا غيابه مؤثر، سيبك من النقاز وحازم امام يعني مؤثرين لكن مش بالشكل الكبير زي طارق حامد وكهربا. فالنهارده ده هيوديك لنقطه ثانيه يا كابتن اسلام، الزمالك هيمر الفتره الجايه بالتجربه اللي مر بها الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، الضغط، المباريات، السفر في افريقيا، فدي هتبدا تدخل الزمالك مع مشوار الدوري في منطقه ثانيه. ده غير خسارات، غير لما بتخسر كمان يعني هتلاقي الفتره الجايه نفسيات يعني. انت النهارده كمان، انت النهارده الزمالك بيلعب المباراه رقم 19، لسه عنده حوالي 15 مباراه على ما اعتقد في مشوار الدوري. فالنهارده اللي مر بيه النادي الاهلي من مباريات وضغط لان الزمالك هيسافر وسفر الفتره الجايه، فعلى ما اعتقد الفتره الجايه نادي الزمالك هيعاني في الدوري نفس المعاناه، هتشوف فيه نزيف النقاط خلال الفتره الجايه. اللي شافه النادي الاهلي، اللي شافه النادي الاهلي طب ما حدش شافه. ما دي النقطه بقى، ما دي النقطه. المستشفيات اللي كانت لحد النهارده موجوده دي، مفيش حد في مصر النهارده عمل ولا في العالم شاف اللي شافه النادي الاهلي. عمل التدوير النهارده بدا يشرك لعيبه جديده. هل اداء الزمالك زي المباراه اللي فاتت؟ لا، اقل اقل. ولا النهارده بقول لك ده ممكن تاني اقل مباراه فنيا بعد جورماهيا نادي الزمالك. انه مجرد بس غير في التشكيله 3 4 لعيبه. تخيل بقى النهارده النادي الاهلي بيعاني من النقطه دي من اول الموسم، مفيش مباراه بيكتمل فيها كل الخطوط. اول ما بيكتمل النادي الاهلي يعني ماتشين ورا بعض بتلاقي الاداء الحلو زي ما شفنا في ماتش مصر مقصه، شفنا في انبي، شفنا في سيمبا، مجرد التشكيله عنده. فالزمالك هيعاني في الفتره الجايه بسبب النقطه دي. انت ممكن تتعادل 1-1 بتبقى كارثه، 2-2 مثلا ماتش تبقى كارثه انك تعادلت، انما فرقه كبيره زي تخش فيها 4 اهداف لازم يهتزوا. يعني ايه انا يخش فيها 4 اجوان؟ اذا كان جوه بره ولا بره مع فرقه مع احترامي يعني مش اللي هي، يبقى في خلل حصل جوه التيم عشان تعوض وتبقى محظوظ النهارده وتكسب. ده كرم من عند ربنا، صعب قوي النهارده انك كنت تكسب، سهل جدا كنت تتعادل، وسهل جدا كنت تتخطى الخانه. الخبرات بقى داخل ملعبك يا الاهتزاز اللي موجود عندهم كويس ان هم عدوا بال3 نقاط النهارده، لان 4 دي في فرقه واحده نتيجه كبيره قوي. كابتن فتحي شريف، لا مجموعه اللعيبه، كابتن فتحي انت مدرب وعارف لو فرقتك خدت 4 في ماتش ما هي هتلمهم ازاي تاني عشان يلعبوا ماتش اللي بعده. غير متوفره في المجموعه اللي كانت بتلعب يوم الجورماهي، لعيبه كويسه بتلعب في الدوري المصري، لكن على مستوى تطلع بره وهنقول بقى الاكسجين وهنقول ارتفاع سطح البحر ونقول الكلام ده كله، ده احلى جو في العالم. انا بقول لك هيقولوا الحاجات دي لا، لكن هي الخبرات لها دور، الخبرات لها دور طبعا. طيب خلينا بقى ننتقل الى شيء او مباراه اخرى، مباراه مهمه جدا، مباراه سيمبا التنزاني مع النادي الاهلي، ان شاء الله هتبقى يوم الثلاثاء في تمام الساعه 3 ظهرا. كابتن فتحي هبدا بحضرتك برضو، كيف يتخطى النادي الاهلي بقى؟ احنا كلنا عمالين نتكلم على جهاد وكذا وكذا وسفر ورايح وجاي وكده، ما عندناش رفاهيه ان احنا نفقد نقاط، وبالتالي مباراه مهمه، كيف يمكن ان يستعد لها النادي الاهلي؟ الاول طيب خلينا بس ناخد الكابتن احمد سامي المدير الفني لنادي النجوم، وبرده نتكلم معاه قليلا عن مباراه النادي الزمالك ضد نادي نجوم. يا كابتن احمد ازي حضرتك؟ ازيك كابتن اسلام، عامل ايه؟ ومثلي على كل اللي في الاستوديو. ربنا يخليك. كابتن فتحي، كابتن شريف، كابتن اسامه بيسلموا على حضرتك. الله يخليك. يعني سامي، عايز اسالك النهارده عن مباراه نادي الزمالك، وكيف رايت هذه المباراه؟ اديت مباراه من وجهه نظر الجميع ان هي مباراه جيده جدا، ولكن في النهايه هزيمه بهدف مقابل لا شيء. والله يا بص يا كابتن اسلام، يعني عايز اقول لك ان انا حته النواحي الدفاعيه مع فرقه كبيره دي مطلوبه، لان انت من غير دفاع ما هتتغلب. بس حته التوازن بقى، يعني لازم يبقى عندك زي ما انت منظمه من ناحيه التكتيكيه الدفاعيه، لازم تنظم حته اللي يبقى عندك نواحي هجوميه. فانا النهارده لما تحسبها انا بلعب بصلاح امين وبلعب بشرويده وبلعب بايمن غباشي، هم الثلاثه دول فراوده. مظبوط. فيعني احنا الشوط الاولاني قدمنا شكل كويس، واول تغييراتك كانت هجوميه،
يعني انت طلعت الشرويدة ونزلت النيجيري او اللعيب النيجيري ده توسون ده راس حربه برضه ولا لعيب كويس على فكره لعيب كويس جدا احنا جايبينه لعيب كويس جدا يعني الشوط الاولاني انا اديت بشكل بشكل كويس وكان جالنا فرصتين كان ممكن يبقوا جوان وحتى من تشكيل نادي الزمالك يعني كان طبعا هم يمكن كانوا مستسهلين الماتش لكن هو الماتش انا عارف ان هو هيبقى صعب عليهم جدا الشوط الثاني بدا طبعا كان فيه طبعا الزمالك فرقه كبيره وهي اول الدوري دلوقتي فيعني الطبيعي ان كانوا بيوصلوا بس انا توتال انا ما اتغلبتش الا بغلط مني انا شخصيا ده الجون غريب ده الجون يعني الجون راحت وجت ثلاث مرات ولا حاجه تخبط هو في هو هي هو ربنا عايز يكافئ ايمن حفني ربنا عايز يكافئ ايمن حفني في هذه المباراه ونزول ايمن حفني فرق معاك يا احمد لا خلاص انا بشتغل بشكل جماعي وانا عايز اقول لك يعني ان احنا نادرا ما بتشوف في الدوري فرقه بتلعب بشكل جماعي وهي دي سبب قوه فرقه النجوم وشكلها الكويس الجماعيه في الاداء دي مهمه جدا انت بتشوف فرق كبيره بتعتمد على القدرات الفرديه للعيبه واسامي اللعيبه بس وبينزل ما بيشتغلش بشكل جماعي كويس واحنا بنشتغل بشكل جماعي عشان كده الاداء شكله كويس بالنسبه للناس اللي بتتفرج لكن انا طبعا كنت على الاقل الماتش ده كنت يعني على الاقل بونت يعني لان الدور الشوط الاولاني يعني بتاعنا والشوط الثاني يعني على فترات احنا كنا كويسين جدا بس هي دي الكوره يعني. اتمنى لك يا رب كل التوفيق يا كابتن احمد انا بشكرك شكرا جزيلا الكابتن احمد سامي المدير الفني لنادي النجوم كابتن فتحي يعني برضو خلينا نروح نتكلم عن مباراه لان احنا وقتنا قرب ينتهي نعم مباراه سيمبا التنزاني وكيف يمكن ان يتغلب مارتن لاسارتي على كل بقى الكلام اللي احنا عمالين نقوله من الاول الكابتن شريف بيقول لا احنا انا مش عايز التغييرات تبقى كتير مش عايز كذا يبقى كيف يتغلب على كل هذه الامور؟ لا الاول نقول ان تنزانيا احنا ترتيبنا دلوقتي اخر رينك بالنسبه عشان نعرف مستوى الكوره بين هناك وهنا ايه عشان تبقى لنا نقول للساده المشاهدين احنا 56 دلوقتي الرينك بتاعنا في الاتحاد الدولي اول امبارح رقم 56 56 هم 137 نعم يعني في فرق 83 بينه وبين بعض. اذا احنا احسن منهم 83 في فارق كبير قوي بيننا وبينهم المستوى الكوره بين هنا وبين هنا. دي تديني اطمئنان ان اللعيبه بتاعتي هنا في الحاله دي طالما المستوى ده الفارق ده كده تديني اطمئنان ان هو تفكيره في كسبت مباراه وانت لسه كاسب الفرقه هنا. اكيد هم لما هينزلوا مش هينزلوا يدافعوا. هينزلوا عاوزين يعوضوا اذا هيجدوا المساحات الخاليه لهم كده انا عايز بقى الناس المهاجمين اللي قدام اللي هم يقدروا يضربوا الطرق دي لان انا مش هلعب زون لكن انا هلعب ورا الكوره وهلعب ورا الكوره وبعدين هضغط لكن مش هروح اضغط هناك لان هم اللي محتاجين يكسبوا مش انا اللي محتاج الاول يعني انا طبعا محتاج اكسب بس لعبهم مش هيلعبوا عشان يتعدوا او مش هيلعبوا عشان ما يخسروش كتير هيلعبوا عشان يعوضوا ده بيبقى حماس الافارقه وهينزلوا في اول 10 دقايق وضغطين وكل الكلام ده جميل لازم استغل مين الفراوده اللي قدام او مين اللعيبه اللي قدام اللي على الاطراف الصراع اللي هينقلوا لي الهجمه في مساحات خاليه كتير قوي هتلاقي نص ملعبهم فاضي وانس انك تجيب جول هتبدا كل تتقلب القصه دي تانيه بينهم هو هيلعب بمين؟ يلعب بأي حد لأن دلوقتي الحماس والدوافع عند لعيبة النادي الأهلي إنهم يبقوا أول المجموعة بالمباراة دي لهم دوافع من غير المدرب ما هيتكلم لأن هم جربوها بقى خلاص حسوا بيها حتى اللعيبة الجداد انصهروا وحسوا بإنهم بيلعبوا يعني النادي الأهلي يعني إيه معناه النادي الأهلي؟ يعني إيه ألبس فنان النادي الأهلي؟ كان لسه اللعيبة الجداد يا أسامة شايف إن هم مش واخدين عليها لكن دلوقتي حسوا بيها ولما يعيشوا مع بعض اكتر ويسافروا وروحوا والسوشيال الحياه الاجتماعيه دي ولما يرجع جمهور كمان بتدي روح بتدي روح للفرقه وهم عارفين ان في هدف هذه المباراه يعني احنا تصدرنا يعني احنا وصلنا للمربع الذهبي المباراه دي اعتقد يا كابتن شريف ان هي ممكن تريح النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه هتبقى المباريات حتى طبعا. الافريقيه القادمه هيبقى سهل بقى يعمل اللي انت عايزه يعني هو الماتش ده
بقى كده فيتا كلاب بقى لما تروح هناك برضه تلعب عليه وتضغط عليه وتلعبه ماتش يوم ما هيعمل معاك اي حاجه فيتا كلاب ده هياخد منك بونت او حاجه ياخد اللي ياخده مش مهم حتى لو خد كل حاجه انا مش مهم انت محتاج خلي بالك انت المباراه بتاعت فيتا كلوب مع شبيبه الثوره تبقى في الجزائر النهارده لو تعادلوا الاثنين مثلا او شبيبه الثوره عطلت فيتا كلوب وانت ان شاء الله كسبت تقدر تروح بقى في المجموعه مجموعتنا ان شاء الله في مكان بعيد تقدر بقى بعد كده المباريات اللي بعد كده يبقى عندك وقت تشتغل في الدوري وتريح لعيبه ريح لعيبتك بقى جرب اللي عاوز تجربه المكسب أكيد. المكسب في المباراه دي مهم مش هنكلمك فيها يعني يا كابتن اسلام انا اكيد اعمل اللي انت عايز تعمله كل الكلام اللي ده اكيد انا ما بحبش اريح اللعيبه انا انا بحب القوام الاساسي بتاعي خاصه الملعب يبقى حلو كمان يا كابتن شريف في حاجه في حاجه بس انا اقولها لك عشان شكلنا الوقت كمان زي ما انت بتقول انت معايا ولا معاهم؟ لا انا معاك انت طب يلا اللعيبه اللي لعبت ضد الفريق في مصر هنا هم دول اللي معاهم المفتاح بتاع الماتش الجاي اللي هم جونيور والسوليه ومعلول وناصر ماهر هيلعبوا غالبا وندفيد ما انا بحسس لك اهو بقى وحسين الشحات هيخش عليك حمدي فتحي ومعاك حسام عاشور كويس ومعاك رمضان صبحي قلت الديفنس زي ما هو نعم بلس معاك رامي ربيعه خدت بالك يعني هو الشكل اللي انت لعبت بيه هنا هيحتم عليك ان انت لازم تشوف الرؤيه من خلال اللعيبه اللي انا لو كنتش عارف يومها بصراحه مين الفيرود من مين نص الملعب مين الباك من مين الوينج ليفت معلول ده وينج ليفت ولا باك ليفت ولا هاف ليفت ولا عملوا منظومه غير عاديه بنقل الكره السريعه بالضغط على الخصم لازم لابد ان احنا نضغط عليهم هناك زي ما ضغطنا عليهم ما يدهمش المساحات او ما يدهمش اي حاجه ويا سلام لو انت زي ما انت بتقول احنا جايبين هدف كمان في الاول بتدينا السيطره تاني وهم بقى ساعتها بيسلموا لك لا دي فرقه كبيره جد ده مش صدفه ده احنا خدنا خمسه هناك كنا هناخد 20 كمان وشكلهم هيدونا هنا 15 فهيفكوا نفسيا مش هتلاقي الضغط بقى والحاجات اللي هنحتاج السرعات والكونتر اتاك وكده فاحنا برضو لازم نلعب واحنا هاديين الهدوء اللي لعبنا بيه وكسبناهم قبل بس ما نكمل كلامنا وحسأل الكابتن اسامه عن برضو مباراه سيمبا يعني دلوقتي الكابتن احمد بجادر المتحدث الرسمي باتحاد باسمه اتحاد كره القدم بيقول ان يعني قرار اتخذه بتاجيل او اتخذ الاتحاد قرار بتاجيل مباراه النادي الاهلي مع بيراميدز ب 28 قبل قرارات النادي الاهلي طب انت عايزنا نصدقك ولا لا؟ ما هو يعني يا نصدقك يا ما نصدقكش لو انت بتتكلم صح الكابتن احمد مجاهد وطبعا لو عايز يعمل معانا مداخله احنا تحت امره احنا البرنامج مفتوح لاي حد يا محمود يا سعيد لو سمحت لو عايز يعمل معانا مداخله احنا تحت امره مفيش اي مشكله بس انا عايز اساله يعني هل احنا نصدق ولا ما نصدقش؟ يعني انا الحقيقه مش عارف لان انا الجمعه اجازه ولا مش اجازه؟ ما حدش قال لنا طلع بعد المباراه او بعد اجتماع مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم يوم الاربع وقال ان الاجتماع ده تنسيقي واتضح بالجوابات اللي انا وريتها لحضراتكم ان هو اجتماع رسمي 100% وبالتالي نصدق ولا ما نصدقش؟ مش عارف يعني طب لو هو الاجتماع صادر من يوم الاربع او لو القرار صادر من يوم الاربع اللي فات ليه قلتوا النهارده بعد قرارات النادي الاهلي؟ احنا نفسنا نصدقك والله بجد نفسنا نصدقك ونفسنا نشوف الكلام اللي انت بتقوله ده كلام مظبوط 100% انا هفضل ماشي مع هذا الاتجاه ولكن الاتجاه الاقرب بالنسبه لي واللي انا ميل ليه وكل الناس تميل ليه ان حضرتك قلت ان ده اجتماع ودي تنسيقي مش انا اللي قلت بالمناسبه حضرتك اللي قلت ولكن الجوابات اللي قدامنا والمراسلات والخطابات اللي ما بين النادي الاهلي ونادي واتحاد كره القدم بتدل ان الجواب اللي ان القرارات او الاجتماع اللي كان يوم الاربعاء اللي فات كان اجتماعا رسميا 100% فانا مش عارف الحقيقه اصدقك دلوقتي ولا ما اصدقكش مش عارف اسامه احنا عندنا مباراه مهمه جدا امام سيمبا التنزاني ولكن بنتكلم بنقول ان في مشاكل كتيره وفي سفر وفي راح وفي جاي وفي لعيبه بتريح وفي لعيبه ما بتريحش ماذا يفعل مارتن لاسارتي كي يستطيع ان يفوز بهذه المباراه ويريح نفسه بقى المباريات اللي جايه ما هي دي اللي عمل يعني هو ضحى بمباراه حرس الحدود بالتشكيله الاساسيه بتاعته عشان المباراه دي ريح مجموعه ضحى بيها بالتشكيله الاساسيه وبالاداء اللي احنا كنا بنتكلم عنه اللي ما نشوفش النادي الاهلي بالاداء الحلو اللي احنا شفناه قبل كده علشان على ما اعتقد مباراه سيمبا لما رايح حسين الشحات لما رايح عمرو السوليه لما رايح كريم ندفد لما رايح مين الرابع كمان في واحد رابع كمان رايحه مارتن اسر على ما اعتقد كل اللعيبه دي هتكون موجوده من بدايه المباراه في المباراه اللي جايه النهارده لو انت ان شاء الله النادي الاهلي يفوز يوصل تصدر المجموعه للنقطه 10
فالنهارده تقدر تبعد عن كمان كل فيتا كلوب وشبيبه الثوره وسيب خصوصا ان هم تعادلوا زي ما كمان انت قلت ان فيتا كلوب هيلعب مع شبيبه الثوره في الجزائر هيبقى مباراه طبعا صعبه على فيتا كلوب مش هيخرج منها يعني لو خرج منها بنقطه يبقى كويس قوي يبقى ده برده في صالح النادي الاهلي تقدر توصل للنقطه 10 هيبقى عندك بعد كده ماتشين ماتش فيتا كلوب في الكونغو والمباراه الاخيره شبيبه الثوره تقدر تتعامل مع الماتشين دول تقدر بقى تغير في التشكيله بتاعتك عشان تقدر تركز في الدوري تقدر بتشتغل في الدوري تدي العناصر الاساسيه ويبقى انت خلاص ضمنت ان شاء الله تصدرك للمجموعه في المجموعه بتاعتك تبقى اول فرقه فده مهم جدا ان شاء الله يعني المباراه دي تفك لك يعني ازمه كبيره جدا كبيرة خلال الفتره اللي جايه عموما كانت حلقه ممتعه كالعاده انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن فتحي على وجودك معانا بشكر حضرتك جدا يا كابتن شريف على وجودك معانا شكرا جزيلا يا كابتن اسامه على وجودك معانا بشكركم وان شاء الله احنا هنكون موجودين مع حضراتكم بكره طالما مجلس اداره النادي الاهلي منعقد او سيظل منعقد احنا كمان سنظل منعقدين مع حضراتكم فبكره ان شاء الله هنكون متواجدين مع حضراتكم في تمام النهارده قبل ما تقفل بس يا كابتن اسلام يعني بنقول لمجلس اداره النادي الاهلي شابوه على القرارات اللي خدها النهارده قرارات محترمه ودايما النادي الاهلي بيعلم اجيال النهارده لما تلاقي النادي الاهلي ساكت كل الفتره فات بيطلع بس بيان النادي الاهلي مش جعجاع ولا بتاع صوت عالي لا النادي الاهلي الحمد لله عندنا مجلس اداره كامل محترم ناس بتقدر يعني الكلام اللي بتقوله ففعلا النهارده قرارات كلها محترمه ويعني حاجه اسلجت يعني قلوب الاهلاويه تمام شكرا جزيلا يا كابتن اسامه زي ما قلت لحضراتكم بكره هنكون متواجدين مع حضراتكم الساعه 11 وربع برضو هنبدا حلقه بكره طبعا لان في مباريات كره السله للنادي الاهلي مباراه هامه جدا بكره مع بطل رواندا ان شاء الله يستطيع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه ويصعد الى البطوله الافريقيه ان شاء الله في بطوله السله طبعا عشان الناس ما تستغربش يعني ان احنا بنقول كده ولكن ان شاء الله بكره يستطيع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه ونكون مع حضراتكم بكره ان شاء الله ونتابع ما يحدث ومش هنسكت على حاجه زي ما قلت لحضراتكم وهنفضل دايما متواجدين علشان نفضل واقفين ورا جمهورنا ورا مجلس ادارتنا ورا لاعبتنا قناة النادي الأهلي علشان تكون دايما مع حضراتكم ومن خلال حضراتكم فأنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا انتظرونا غدا في تمام الساعة 11 وربع وحلقة جديدة من ملعب الأهلي